بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. تكلم حتى أراك، حكمة قديمة جديدة ولكل الأزمان. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 684 لقاء الاثنين من ملك وكتابة. حلقة تأتي في توقيت مهم وفرحة الأهلوية لسه يدوب خضراء. والله احنا اتأخرنا عشان الماتش يتأخر وما عندناش يا سيدي مشكلة نتأخر كل مرة بس الأهلي يكسب إن شاء الله، بس ما يكسبش بالطريقة اللي تبوظ الأعصاب دي. أعصابك تعبت. عايز أقول لكم إن المهندس عدلي اكتشفت إن هو مدير فني كفء للكرة الطائرة. أقول لكم إزاي أدار الجيم؟ لا، كورة بكورة وضربة بضربة. بس خلينا الأول نستعرض أبرز عناوين الحلقة. مقالي وما قالوا، التويتة الملغمة، الغربال مضغوط لآخره، مرتاحين كده؟ وبعظمة لسانه ناس فاهمة وناس مش عايزة تفهم، والشموع الحمراء الأمير عبد الله الفيصل، أسرار الملك وائل جمعة الصخرة، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة في هذه الحلقة التي تأتي بعد لحظات من تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر للكرة الطايرة للسيدات. فاكرين الحلقة اللي فاتت قلنا لكم إنه رجال طايرة الأهلي عملوا رقم قياسي تاريخي، الأول على العالم. الأهلي رجال الطايرة أكثر أندية العالم حصولا على البطولات، وصل للبطولة 81 ووسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى حد بعيد جدا، يعني يفضل محافظ على اللقب لأنه الأهلي 81 بطولة في الرجال، الفريق الكرواتي هاوك ملاودست 66، البنات مش أقل من الأولاد بل أحسن، لأنه بقت بنات طايرة الأهلي أيضا أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات. ما شاء الله، الأهلي بينافس نفسه في الكرة الطايرة على المستوى العالمي. البطولة اللي انتوا حضراتكم لسه شايفينها وأحرزها الأهلي هي البطولة 89 في تاريخ بطولات الأهلي مجتمعة. بنات الكرة الطايرة جابوا كاس مصر على حساب الصيد، ودي للمرة 34 يا باشمهندس. عندهم الدوري السنة دي كان للمرة 37، 10 مرات بطولة الأندية الأفريقية وثمان مرات بطولة الأندية العربية، يعني 89 بطولة بزيادة عن الولاد كمان. مؤكد، وأعتقد أن نقطة التحول في تفوق طائرة البنات أو سيدات في النادي الأهلي الجيل اللي ابتدى مع تهاني طوسو، لأن كان جيل بتاع فريدة عصمت في الزمالك مسيطر على الكرة الطايرة. لما نجحنا تهاني دي كانت صفقة مهمة لازم تكشف عن أسرار. في يوم من الايام جابها في اسرار الملك، صحيح، لكن ليها قصه جميله. لكن بمجرد كانت عندها 15 سنه وكان الكابتن رؤوف عبد القادر ابتدى يكون مسؤول، من ساعتها والحمد لله طائره الاهلي مش بس اكتسحت المسابقات المحليه، دي كسرت احتكار الفرق الكينيه. الفرق الكينيه دي كانت هي البرازيل بتاعت كره الطايره بنات. بنات في افريقيا. ايوه، والحمد لله ماشيين كويس قوي. يمكن السنه دي في ظروف، طبعا لما فريد العسقلاني وزميلتها مش عارف اسمها ايه، المهم يعني عنصرين مهمين جدا جدا يكونوا ناقصين، هو الفرقه سته، اما اثنين منهم يغيبوا اعتقد ان الموضوع يعني بيبقى مؤثر. لكن على كل حال مبروك بالخبره وبعض التعديلات اللي انا عملتها في الدقائق الاخيره. قول لي بقى، انت كوتش انت اللي عمال كنت تطالب ان سهيله. طب انت مش قاعد جنبي؟ انا قلت لك نزل سهيله يا حمدي، وانت مش متصل بحمدي الصوفي. لا، قلت له نزل سهيله وغير اللعب من على البرازيليه لايه. لايه. وخدنا الاربعه بونت اللي ورا بعض. انا كنت هدخلك مكان الكابتن هيثم. لا، اصل انا اتفرجت كمان على الماتش بتاع السيمي فاينل.
فهي شروق طبعا بالتاكيد احسن صانع العاب، لكن وارد انك ما تبقاش في حالتك في الفتره دي. وشروق يعني عايزه تضمن، فبتنوع كتير. لما راحت للبرازيليه ما كانش يومها النهارده المحترفه بتاعتنا. انما سهيل عملت قدام سبورتنج حته جيم رائع. برضو كنا متاخرين بستة بونت ولا حاجه، نزلت قلبت الماتش، وهي محترفه في امريكا وجايه في فتره كده وبعدين هترجع تاني امريكا. عايز اقول لك الفرقه دي لازم تحياتهم او تحياتهن. ايوه. علشان الارقام اللي انت قلتها 86 بطوله. 89 ما فيش فرقه في العالم عامله الكلام. صحيح. كمان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بس اللي ضايقني يا ابراهيم ان مهما عملنا احنا مش ملوك الصلاه، يعني اساطير الصلاه مش عارف نعمل ايه. اساطير الصلاه ده ملوك قليله قوي. اللي بيحصل ده يا جماعه على مستوى العالم، بتتكلموا في رجال الطايره اكثر انديه العالم ب 81 بطوله، واللي بعديهم الفريق الكرواتي 61 او 66 بطوله. برضه هنعمل لهم احصائيه. 89 بطوله ما شاء الله. عايزين نعمل لهم احصائيه. البنات السنه دي بنات الطايره بطلات الدوري 66 نقطة من 22 مباراة، ما خسروش ماتش واحد. وكان في نهاية الدوري برضه على حساب الصيد، والحقيقة كل التحية لفريق الصيد. يعني كان منافس محترم. اعتقد انه كررها لتاني مرة. ان يبقى مغلوب 2 ويخش 3-2. لا، في ماتش خسرناه كنا كسبانين 2 اعتقد من الصيد كان. بس يمكن عوضناه في الدوري او حاجة. ما خسروش في الدوري ماتش واحد. ما خسرناش؟ 66 نقطة من 22 مباراة. انما يعني هي فكرة انك تتقدم ب 2-0 ممكن تحصل ريلاكسيشن، وممكن تعرف ايه اللي بيحصل ساعتها؟ انت في الملعب اللاعبات مثلا ايه؟ 2-0 ومتقدم والماتش مرتاح وباين انه سهل، تقوم انت تقول ايه؟ طب ما ادي فرص لحد تاني يتألق من زمايلي يعني. ما يكونش فيه توفيق. الكرة الطايرة لعبة خطأ. ديك عارف زمان لما كان بتتعمل بونت وبونت، ما كانش يتحسب البونت الا لو السيرف معاك. فمره كان 13-2 الزمالك كسبنا، وصلنا 13-13 وبعدين كسبوا. ده انجاز كبير لاساطير الصلاه. زي ما بقول لكم اللي بيحصل ده في عالم الاساطير الحقيقه، انه رجال وسيدات. كان الكابتن وشاحه ايامها هو المدرب بتاعنا. كابتن الزمالك المعتزل. كان هو المدرب بتاعنا، كان ماتش في اليوبلس. ده كابتن خطيب. وكان الحكم في لقطه هايله جدا قبل ما كابتن خطيب يمشي من الصاله ويحضر الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره مراسم التتويج مع الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد. عجبني جدا انه بنات الكره الطايره في نادي الزمالك، نادي الزمالك خد مركز ثالث في البطوله، حرصنا وطلبنا يتصوروا مع الكابتن خطيب. فده الكابتن الخطيب والدكتور سامح حمدي مع بنات الزمالك وبيهنوهم على احتلال المركز الثالث. وهي دي الرياضه، وهي دي الروح الرياضيه الجميله، وهو ده تقدير الرياضي للبنات اللي بيتعبوا في الرياضه. لقطه مهداه لكل الناس اللي بتتكلم على التعصب وعلى المشاكل وعلى كل السلبيات. لعلها الفرصه السانحه لتهدئه المناخ العام بقى. انه على راس مجلس الزمالك كابتن كبير برضه في الرياضه وقيمه رياضيه، كابتن حسين لبيب. ده هو موزون. موزون يعني. فنتمنى مزيد من تعزيز هذه الروح في هذه الصورة الإيجابية. طيب، أساطير الصلاة بعد التتويج، دكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكرة الطايرة، نشوف انطباعاته بعد انتهاء الموسم بهذا التتويج. الحقيقة هو موسم استثنائي فعلا، واحنا يعني تعبنا فيه جدا بكل صراحة. اللجنة تعبت فيه جدا عشان نقدر نكمل كل البطولات ونفس المستويات. وعايز أقول لك حاجة، دي يعني من الدوريات او البطولات اللي تتحسب بطولات قويه جدا، لان لغايه اخر لحظه مش معروف مين اول، مش عارف مين تاني، حتى الثالث والرابع، حتى يعني كان في منافسه شديده جدا جدا بين كل الفرق على مستوى كل المستويات، الرجال وسيدات و18 سنه. يعني مش عايز اقول لك الحمد لله موسم استثنائي، لكن الحمد لله قدرنا نقود وننجح فيه، وان شاء الله باذن الله يعني نقدر نطور الكره الطايره على قد استطاعتنا. النساء
او البنات النهارده مباراه قويه جدا. الصيد اعمارهم سنيه صغيره ولكن تعبوا النادي الاهلي. مباراه تليق باسم نهائي كاس مصر. بالظبط كده يا فندم، لغايه اخر لحظه انت مش عارف مين هيكسب. وبعدين انا عايز اقول حاجه، ان المستويات متقاربه ومباراه احنا استمتعنا بيها. يعني الفرقتين اقوياء ما شاء الله وعندهم كل القوه يعني، فبالتالي احنا يعني استمتعنا بنهائي قوي جدا. انا فندم بنقول لحضرتك يعني الله ينور على الشغل حضرتك بتعمله. مدرسه الاهلي واحده في اي مكان، اي مناصب يمسكوها لازم ينجحوا في اي مكان ما شاء الله. مدرسه الاهلي ما شاء الله ليها ايادي بيضاء على الرياضه في مصر. لا بس احنا لجنه، كل اللجنه قامت من اللي عليها والدور، يعني الحمد لله. انا خريج مدرسه الاهلي يعني. ماشي. شكرا. اليوم مبروك على التنظيم، اليوم مبروك على البطولات الرائعه، وباذن الله يكون طموحكم الفتره الجايه احسن من السنه كمان ان شاء الله. عندنا بطولات عالم، وعندنا تصفيات بيتش فولي بول طوكيو، وعندنا بطولتين عالم، وعندنا بطولات افريقيا برضو مؤهله كاس عالم. فان شاء الله باذن الله هنبدا الاعداد ليها فورا. مفيش راحه الموسم ده، ومفيش راحه طول الموسم لغايه لما نخلصه شهر ديسمبر ان شاء الله. التوفيق. شكرا. مؤكد اللجنه المعينه يعني يحسب لها انها خدت الموسم وخلصته. وزي ما بيقول الدكتور سامح حمدي، جمال الموسم ده في صعوبته. في النديه دي كمان. النديه كانت جامده لاخر وقت، انت ما انتش عارف مين البطل، لكن استطاع الاهلي بقدراته وخبراته انه يحسم رجال وسيدات. لازم احيي بنات نادي الصيد، لازم. اولا سن صغيره، ثانيا كلهم من بنات النادي. يعني فريق له طعم، وكنا بنشوف معدلات اللياقه البدنيه والقفز والديفنس. انا كنت بقول لك يعني هم يعني تفوقهم جاي نتيجه ديفنسهم القوي. فقدروا في بنات كتيره جدا يجبروا لاعبات النادي الاهلي انه ما يخلصوش جامد عشان ياخدوا هم ويقدروا يعملوا الهجوم. ما علينا، يعني مبروك، ولازم نبارك لبنات الاهلي، ونبارك للكابتن حمدي الصافي، ونبارك كابتن رؤوف عبد القادر، طبعا رؤوف عبد القادر، ونبارك لمجلس الاداره. ايوه. اللي لم يدخر اي جهد في دعم كل الالعاب. يا رب يا رب السله تدينا المردود اللي احنا مستنينه منهم. عندنا فرقه مش متخيل ايه اللي بيحصل، لكن باذن الله يعني عندنا وقت يعني نسترد الخساره الغريبه من الاتحاد السكندري اللي فاتت. بكره هنلعب تاني اظن. فاعتقد ان طبعا دي مراسم التتويج، بنات الصيد بالميداليه الفضيه يستحقوا التحيه. يستحقوا التحقيق. مؤكد مؤكد. وزمالك دلوقتي ابتدى، يعني قبل كده بشويه كان فرقه الزمالك لسه مش واقفه، كانت بعيده شويه، داخلين تالت كويس. صحيح. كل التحيه وكل التهنئه لاساطير الصالات، لان دي فرقه الرفال الاهلاويه، الطايره الاهلاويه رجال وبنات. الحقيقه عاملين موسم استثنائي جدا، ويكفي زي ما قلت لحضراتكم انه يكونوا اكثر انديه العالم حصولا على البطولات سواء على مستوى الرجال أو الأنسات. كل التحية وكل التهاني لبنات النادي الأهلي. ده كان أبرز ما حدث اليوم، لكن كما تعودت دائما وأبدا في ملك وكتابة، ضربة البداية. مقالي ومقاله، التويتة الملغمة. وقبل ما أسأل مهندس عدلي هقول لكم، اليومين اللي فاتوا على تويتر تويتة كتير من الأهلوية الغيورين والحريصين جدا على الفرقة واستقرارها استغربوا ان لقوا ناس بيطرحوا استفتاء بين جماهير الأهلي، ترشح مين للخروج من فرقة الأهلي دلوقتي، مين الأهلي يجب ان هم يستغنى عنه كده. والفرقة عندها سيمي فاينال أفريقيا، وعندها بطولة الدوري بكل تحدياته، وعندها مشاكل في الإصابات، وعندها رغبة في الجهاز الفني في الاعتماد على كل اللعيبة عشان يفتحوا المجال والمزاد للتقطيع في اللعيبة، وكل واحد بقى يدلي بداله، وانتم ما انتوش عارفين مين اللي بيصوت ومين اللي بيهاجم في اللعيب ده ومين اللي بيكسر في ده ومين اللي عايز ده يمشي ومين أصحاب التويتة. هل دي أجواء؟ يعني ومين أصحاب التويتة؟ مين وراها؟ بص يا أستاذ إبراهيم، هو ده طبيعي انك عمال بتتكلم على مين جاي له عروض ومين هيمشي ومين قاعد
ومين طالب انه يمشي فجأة فجأة. يعني العملية بتبقى متزامنة مع ظواهر معينة. يعني فرجاني ماشي لازم اعمل له زخم قدامه ويعمل قلق في الحتة التانية ويخفف. انا نفسي ان فرجاني ما كانش يمشي وكان يقعد في نادي الزمالك. لو سألتني انا اتمنى ان كان يقعد في نادي الزمالك. القصة كلها انا كنادي اهلي عمري ما هنشغل غير من باب الدراسة المنافس بتاعي هيعمل ايه. لاني انا لازم اكون جاهز وحاضر مع كل متغير وكل ما حد يجري خطوة اسبق انا. هو ده دور واخد بطولة والمنافس في احسن حالاته. مش فارق بالعكس كثيرا كثيرا ما يكون تصدير ان المنافس عنده مشاكل دي صورة خادعة. ايوة. زي دلوقتي يقول لك مشاكل في الترجي. الترجي ايه المشاكل اللي في الترجي؟ ايه فندي؟ يقول لك واللعيبة ومتذمرة وما خدتش مستحقات. نفس القصة ونفس الفيلم ونفس التنويمة. التنويمة. واخد بالك؟ وفي نفس الوقت يخلي لعيبتك هنا تنشغل. ولذلك انا مندهش جدا جدا. يعني ايه توقيت ان الكابتن تامر نحاس يطلع يتكلم في موضوع التجديد كنت عايز اسالك لان الحقيقه دي ظاهره غريبه جدا يا جماعه. وبعدين يلطف الان من التصريح اللي قاله. قال دي كانت وجهه نظري انا لكن خلاص يعبر عن وجهه نظره الشخصيه مش وقتها. طبعا هو توقيت فتح المواضيع هو اللي يخليك تستغرب. ايوه مش وقته. وبعدين واضح ان الكابتن عمرو كلمه قال له انت ما شورتنيش ما كلمتنيش حاجه كده. عمرو السوليه. ايوه فطلع النهارده يلطف او يفسر. قال لا عمرو مبسوط في النادي الاهلي وعايز يكمل وعايز يقعد. دي كانت امنيتي انا لان سنه كبير يطلع بره. امنيتك بينك وبينه. لكن تصدير ان في تفكير هذا لا. انت الناس بترسم صور للعيبه. انت بتشرخ الصور دي. ايوه فنتمنى الفترة الجاية مش انت فلان الفلاني يعني اللي ان مثل هذه التصرفات تخلي الناس ما بقتش بقى لا بقى ده انتوا مهما عملنا الحكاية هي هي وفي الاخر الفلوس هيبتدي النغمة تتقال كده. وغالبا الامر مش واقعي لان حصل تراجع عن الكلام تفسير الموضوع. يا جماعة وكيل اللاعبين بينوب عنه في عمليه في اداره عمليه التفاوض عند الانتقالات ومش على الهوا. مين قال ان التفاوض يبقى على الهوا؟ لكنه فكره ان انا الاقي وكلاء اللعيبه ومش عايز اقول السماسره يعني لانه اذا كان الوكيل حاجه شرعيه وحاجه محترمه في اطراف اخرى منتسبه لعمليه الوكاله والانتقالات بيبقوا اقرب للسمسره اقرب لسماسره السوق. لكن الساده الوكلاء اللي انا شايف الفتره اللي فاتت في شهوه كلام عندهم البرامج الرياضيه كتير من الزملاء مش قادر يوصل للاعب فلان الفلاني او اللاعب الفلاني ممنوع من الكلام او مش هيقدر يدخل يعمل مداخله فاقوم جايب وكيل لاعبين واقعد ارص عنده الاسماء فلان اخباره ايه ينوب الوكيل عن اللاعب في التحدث عن طموحه وعن مواقفه وعن رغباته وعن اتجاهاته وعن حتى مستواه الحالي وهيدخل التشكيل ولا مش هيدخل وفجاه يحصل مزاد على الهوا عشان تبدا تتنصب سويقة في الإعلام وعبر المواقع وتبدأ الأسعار تزيد ويبدأ اللاعب الفلاني وهو قاعد في البيت البيه الوكيل بيدير المسألة فتلاقي كل المسائل بتهز استقرار الفرق. مش أنا ما بتكلمش على الأهلي لأنه الكلام حتى بيطال كل الفرق اللي عندها لعيبة بارزة وده كلام غير منضبط الحقيقة بالمرة يا باشمهندس في إنك أنت في وسط الموسم بتفتح بطن كل فرقه عشان تبدا تتكلم على الانتقالات. مفيش كده على مستوى العالم ان الوكلاء يطلعوا ويتكلموا في تفاصيل. يعني بكترها لحد دلوقتي ما شفتش. الوحيد اللي شفته بيعلق ساعات رامي عباس بتاع محمد صلاح. ساعات يعلق على موقف على بتاع بتويته بكلمه. لا وساعات لما تبقى في ازمه يعني احيانا ساعات يصرح بشكل حقوق. لا يعني دلوقتي قريت له تصريحات عن مصير عن مصير لكن انا لو سالتني اقول ده ما بيخدمش اللعيب وما بيخدمش المجال الكروي لانه في الاخر انت بتخدش صوره ذهنيه عند الجماهير تتصور للاعب الفلاني ده انتماء مطلق والتزام شديد ففجاه انت فعلا بتهز الصوره
هو انت لو ولد بيحب بنت جدا 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 ها وما تيجي تقابل بابا تيجي تقابل بابا والولد يروح فرحان ان هي هتتمسك بيه يبقى في القعده يفاجئ ان هي بتطلب حاجات تعجيزيه منه بتهز حتى لو حصل اتفاق بعد كده ايوه الله هو ايه حصل ايه ما انا كنا راسم صوره ذهنيه بالظبط والنبي يا جماعه ما تلعبوش في مساحات الثقه اللي بين الجماهير واللعيبه والاجهزه الفنيه ومجالس الادارات كفى عبثا في كره القدم المصريه عايشين حاله من الفوضى واللاوعي رهيبه جدا 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 نتمنى للكل الافاقه لانه فعلا المناخ الرياضي محتاج كتير من الانضباط هنطلع الفاصل وبعد الفاصل هنشوف مضغوط للاخر مرتاحين كده ولا لا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد افراح الاهلي مستمره والحفاوه بالاهلي وانتصاراته وتتويجاته الحياه في كل مكان وفرحه المصريين في كل مكان بالاهلي مستمره كابتن محمود الخطيب رئيس النادي لما كان في زياره قصيره لدبي بعد التتويج بالسوبر الافريقي في قطر حظي بحفاوه وتهنئه وتكريم القس مرقص استفانوس راعي كنيسة ماري مرقص والأنبا بيشوي الكنيسة القبطية في دبي والمهندس يوسف عبده عضو مجلس الكنيسة اللي حرصوا على زيارة الكابتن محمود الخطيب هنوه ببطولة السوبر التقطوا معاه الصور التذكارية هم وأسرهم في تعبير حار جدا ودافئ جدا عن فرحة كل المصريين في كل مكان بتتويجات الأهلي وفرحته مؤكد الأهلي في بره بيبقى يعني مصدر دفء وحرارة وسعادة للجالية كلها فلما يكون رئيسه كمان ورئيس بحج كابتن محمود الخطيب القصة بتبقى مؤكد يعني زي ما انت بتقول كده مصدر بهجة وسعادة وفي حرص على المقابلة والتقاط الصور وبتبقى حاجة تذكارية جميلة يعني الناس فرحانة بالأهلي طبعا وهو دايما مصدر البهجة الحقيقة مصدر البهجة والسعادة لكل المصريين في كل مكان كل التحية لوفد الكنيسة المصرية في دبي وكل التهنئة دايما وأبدا للأهلي على هذا الدور الكبير جدا اللي بيساهم به في رسم السعادة والبهجة على كل المصريين أينما حلوا ده كان أبرز ما لدينا من أخبار لكن هناك كلام كثير في الغربال مضغوط لاخره مرتاحين كده فضلتوا تقولوا الاهلي ليه ما لعبش ليه الزمالك لعب 5-6 ماتشات زياده ليه الزمالك لعب كل 3 ايام مع ان الاهلي هو اللي لعب كل 3 ايام اكتر بس ما علينا اتحاد الكره طلع الجدول لنهايته لاخر الموسم وبقى الاهلي مضغوط لنهايه الموسم بشكل غير طبيعي لاخر الموسم مضغوط لاخر الموسم والناس اللي كانت بتتكلم على انه الفيصل 5-6 ماتشات اعتقد شافوا الجدول عامل ازاي بالنسبه للاهلي لكن الاهلي لا صوت ولا اتكلم والكابتن سيد عبد الحفيظ في اجتماع مندوب الانديه ده اللي اشاد به الكابتن او المهندس احمد مجاهد انه الراجل لما الكابتن حسين السيد مندوب الزمالك تحدث عن تكافؤ الفرص الكابتن سيد قال له واحنا معاك النادي الاهلي هو اكثر من يساند ويطالب بتكافؤ الفرص يا باشمهندس شوف كل شيء له ثمن كل شيء له ثمن ولازم جماهيرنا تفهم كده تتوجنا بالبطولات ونجحنا في المشاوير الافريقيه والسفريات الخارجيه واللعب في كاس العالم للانديه لازم يكون له ثمن انك انت هتبقى مرهق جدا وفي ظروف مختلفه عن كل الانديه فلازم نقبل بهذا وايضا واحنا بنقيم فرقتنا لازم نبقى شايفين ده ونحطهم على دماغنا من فوق لان حجم التضحيات وحجم المجهود وحجم الـ 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 السعي لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير لا ينكر شيء واضح للعيان تماما حتى بره يعني الناس كلها دلوقتي النقاد العرب والنقاد الأجانب شايفين الظروف اللي فيها النادي الأهلي فالفترة القادمة هي فترة الدعم بلا حدود مش وقت فلسفات ولا تنظير ولا وجهات نظر ده بالنسبة للجمهور الأهلي لينا كلنا حتى احنا لو شايفين حاجة ولينا رأي
لازم نبقى واضعين كل الكلام ده في اعتبارنا. لان الاراء احيانا بتبقى طرف لا يعيشه الذي يخوض المسؤوليه. يعني انت بره المسؤوليه، ازمه تموينيه، عندك طرف الحلول. كان المفروض يحصل، كان المفروض، لكن لو انت مسؤول هتعمل ايه؟ ده موضوع تاني. فطالما انك على درايه بالمشاكل الحقيقيه اللي النادي الاهلي بياخدها، وان ده تمن انت متواجد بالاربع بطولات اللي انت خدتهم، وباذن الله الخمسه السوبر مصري ان شاء الله، ويا رب ويا رب العشره ممكن، مش عارف ايه، يا رب يا رب، والناس لا تدخر جهد في هذا الامر. فيعني اللي جاي، وعشان كده انت لما تقول التويته الملغمه، لا والنبي، لا وقت احصاءات ولا وقت فلسفات ولا وقت مش قلت لكم، ما انا رايي كده برضه، لا فلان لازم يمشي وفلان لازم يمشي وفلان كفايه عليه كده، يعني كلام صعب على ده. من وجهه نظرك انت يا اخي بتصدر على راي الباقي ليه؟ ناس ثانيه شايفه انه لازم يقعد. هنعمل احصاءات بقى، ومين يعني مين كام ضد كام، استفتاءات، ومين وده يفيد بايه؟ من امتى النادي الاهلي بيضرب الاستفتاءات؟ امال الناس اللي موجوده المسؤوله اللي شايله الهم وبتدرس وعارفه وخبيره ببواطن الامور. يعني طيب، اتحاد الكره الجدول اللي اعلنه 1/7 بقى 1 يوليو الاهلي وبيراميدز في الجوله 27، والماتشات كلها الساعه 9 مساء. هيلعب مع سموحه يوم 4 يوليو، يعني 1/7 مع بيراميدز، 3 ايام يلعب يوم 4 مع سموحه، 3 ايام ويوم 8 يلعب مع المقاولين، يوم 3 ايام ويلعب يوم 11 مع المقصه، 22 يوليو الاهلي والبنك الاهلي، 25 يوليو الانتاج الحربي والاهلي، 29 يوليو اسوان والاهلي، 2 اغسطس وادي دجله والاهلي، 5 اغسطس الاهلي وسيراميكا، 9 اغسطس الاهلي مع الاسماعيلي، 12 اغسطس الاهلي وانبي، 15 اغسطس طلائع الجيش. 3 ايام بالمعنى الحرفي بالظبط. 18 اغسطس الاهلي والمصري، 22 18 او 19، 22 او 23 الاهلي في الجونه، 25 او 26 الاهلي واسوان. بصوا الجدول المضغوط بعنف لغايه نهايه الموسم، لغايه الاسبوع الاخير، حتى في الفتره اللي المنتخب الاولمبي هيبقى مشارك فيها في دوري طوكيو، الاهلي محطوط له في الجدول 7 مباريات. لكنه في كل الاحوال الاهلي ابدا استعداد للتعاون، ابدا استعداد لحل هذه المشكله. المهندس احمد مجاهد يمكن قال هذا الموسم ليس هو الافضل للكره المصريه، ده مش الموسم الامثل، فكل الانديه بتتحمل. اذا كان الاهلي في الفتره اللي فاتت الضغط بشكل كبير، لما شارك في افريقيا كمان تحمل تبعات كتيره، الزمالك اتضغطت له بعض المباريات في الفتره برضو اللي كانت النادي الاهلي عنده مشاركه افريقيه كبيره، كل الانديه اتضغطت بهذا الشكل. كل الامل انه الاتحاد يقدر يتمكن من انهاء البطوله قبل نهايه اغسطس ان شاء الله، علشان يبقى فيه فتره ترتيب للموسم اللي جاي. رغم ظروف التوقف الحالي اللي كان لسبب محدش مسؤول عنه، كان للكابتن رضا عبد العال راي هنعرضه عشان نقول لحضراتكم السبب كان ايه. اتكلم حاجه بس على النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. بما ان احنا الدوري اتأجل ماتشات النادي الأهلي، صح؟ كان في ماتشين هيتلعبوا وتأجلوا. تمام. طيب أنا شايف إن ده أكبر خراب على فرقة النادي الأهلي. أنت لاعب الماتش بتاعكم 28، صح؟ سوبر. تمام. هتلعب الماتش اللي جاي قول يوم 20. يعني 20 يوم، صح؟ تمام. أنت دلوقتي يعني انت في الماتش في ال 20 يوم دولت، مش هقول لك العب ثلاث ماتشات ولا اربع ماتشات، هو لعب مباراه وديه امام الشباب، مالكش دعوه سيبك الكلام ده، ما ياكلش عيش. انا لازم المباراه اللي بيبقى فيها صراع على البونت. ليه؟ انا مش عشان البونت، انا عشان ان اللعيبه ما تقعدش الفتره دي كلها، لازم كانت تكسر بماتش او ماتشين. العب يوم 7 في الدوري ويوم 15 ماتشين بس، تكسر الملل ده، لان انت دلوقتي هتخش على عايز تاخد حساسيه الماتشات اللي هي الرسميه مش الوديه. الماتشات الوديه ديت بتبقى عامله زي الاكل اللي هو ايه؟ اللي هو بيقولوا عليه مسلوق، اكل عيانين.
هي شوف هتظل وجهات نظر، الكرة وجهات نظر، ويبقى المسؤول عن الفريق هو الأدرى، أهل مكة أدرى بشعابها. ما تقدرش تقدم نصايح لحد وانت مش في ظروفه. انت كمان على حتة ظروفه خد الكارثة في ان الاراء تتسند على حاجات مش صحيحة بالمرة. محدش كان يقدر يلعب في الفترة دي، الاهلي مش بمزاجه متوقف عشان اجندة دولية بالظبط. يعني انا شفت برضو احد الكباتن الكبار، الاهلي ليه ما يلعبش دلوقتي؟ انا ضد التأجيلات، ده ضرر جدا. ما هو ده دليل كان لازم يا جماعة، ده دليل ايه يا استاذ ابراهيم؟ ان الناس حتى مش بتدرس. يعني هي شايفه ان الاهلي 20 يوم ملوش دعوه. يا استاذ ده اللي انا عايز اقوله يا جماعه، الكلام والانتقاد سهل جدا، وخصوصا لو كان متوجه بدوافع وانتماءات. تقدر تاخد من كل موقف الشيء وعكسه. من كل موقف الشيء وعكسه. لكن هل الاهلي مرتاح والانديه الثانيه بتلعب دلوقتي ولا ايه؟ كله قاعد، كله قاعد مرتاح. هي بس يا باشمهندس الفكره بجد، الناس اللي بتسند ارائها على كلام واقعيا مش صحيح. يعني يا جماعه دي فتره الاجنده الدوليه من 30/5 لغايه نهايه الشهر، دي فتره اجنده دوليه كل لغايه 15، كل الانديه كل المسابقات في العالم هولد، كله معلق، ما حدش ينفع يلعب مباريات اثناء الاجنده الدوليه، لا الاهلي ولا الزمالك ولا اي حد. مش ذنبنا ان المنتخب بتاعنا ما عسكرش، لكن في فتره الاجنده الدوليه يحظر اقامه نشاط محلي. ليه؟ هو ربنا ساعات يديك حاجات كده، لانه كمان اصله خد بالك حاجه، كل لعيبه الاهلي المحترفين من الانديه من الدول الاخرى سافروا مع منتخبات. علي معلول سافر، ولتر بواليا سافر، بدر بنون سافر، أليو ديانج سافر، دي لعيبة. بالإضافة إن الكابتن شوقي غريب في معسكر المنتخب الأولمبي أخذ 6 لعيبة في معسكر المنتخب الأولمبي. فأنت عايز يا كابتن رضا، وبرضه الكباتن اللي طلعوا يتكلموا بفلسفة كتيرة وهم مش واخدين بالهم، يا جماعة دي فترة حظر دولي، دي فترة أجندة الفيفا. فبالتالي الأهلي 6 مع المنتخب الأولمبي أو 7، وأربعة أجانب سافروا لدولهم. حد يقدر يلعب؟ ده الاتحاد الدولي كان قال انه فتره، او الاتحاد المصري حتى اللائحه بتاعته، انه في فتره الاجنده الدوليه لو اي فريق منه 2 لعيبه ما ينفعش يلعب. دي لائحه مسابقه الدوري، اكتر من 2 لعيبه ما ينفعش تلعب. الاهلي عنده 4 سافروا و6 مع المنتخب الاولمبي، ومع هذا الناس بتبني راي ومفيش حد بيلعب. يعني 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 احنا لما نيجي نتكلم بقى نشوف مردود ده على الرأي العام. اذا كنت انت كناقد محترف محلل ومحلل محترف مش متنبه، المتلقي اللي هيسمع منك هيحس بايه؟ هيحس لا ده في ظلم، هيحس ان في حاجه غلط. ده بعض النقاد يا راجل بياخدوا من الكلام ده ويكتبوا ويبني عليه رأي. انا قريت لواحد من الزملاء اللي بقى كنت يعني بعزه، راجل طيب وجميل، لكن كاتب كلام كله عبارة عن يعني تحريض وعدم تكافؤ فرص، والناس لازم ما تلعبش، وكل الأندية لازم مش عارف تعمل ايه. انت ايه في ايه الموقف اللي انت واخده؟ وان كنت انا عارف يعني سبب وبناء على معلومات غلط او موقف بالظبط كده الصغير. انت بالظبط كده لما تيجي بقى تدلل، عايز تصطاد حاجة يعني ضد النادي الاهلي، صدف في الصح لان يسهل الرد عليها وتبان ان انت مناقشتها حتى لو موضوعي، وتبان يعني ان انت مش واخد بالك. انما بهذا الشكل الحقيقه فعلا كلام غريب. كل الناس واقفه والدوريات في اجنده دوليه كلها، ومع هذا يبقى الاهلي هو اللي بيتجامل علشان كان لازم يلعب في الفتره دي. يلعب ازاي؟ ماليش دعوه، يقول لك ما تقوليش. مستوى الدوري عموما يعني لفت انتباه، او الجدول المضغوط أثار انتباه كتير من الزملاء. كتب عنه صبري حافظ في الوفد: دوري فقد شرعيته. يعني ده كلام غريب جدا. وإيه الكلام؟ يقول لك أصل أنا لو كنت مسؤول من في نادي الزمالك لطالبت بالانسحاب من الدوري. أنا لسه بنوي عليه. يعني أنت بتتكلم يعني مش عارف،
هو الاهلي لما يرتاح يبقى يرتاح ليه؟ طب لما الزمالك يرتاح لا ده ارتاح ومش هيقدر يلم نفسه. يعني ما تقرا كلامه هو كده. الاهلي هيبقى في الدوري المضغوط ده لا ده جاهز نفسه جامد قوي. والزمالك هيبقى قاعد. طب والاهلي دلوقتي لما انت شايف انه قاعد لازم يلعب مش هترضي حد لان يا اخي الغرض مرض. لانه الناس حتى يا جماعه ما بتحاولش تقيس على ما مضى، يعني في 2016 الزمالك لعب ماتشين مقابل 6 للاهلي والاهلي ما اتكلمش. حاليا الناس اللي شايفه انه الزمالك اتضغط، لا يا بيه، ده الاهلي هو اللي اتضغط قوي. ده الاهلي اللي لعب 8 ماتشات زياده، بس انت اللي مش عايز تشوفهم. انت اللي مش عايز تشوف ان الاهلي بيلعب في افريقيا وبيلعب في كاس العالم للانديه وبيلعب في السوبر الافريقي، بيلعب ماتشات فيها سفريات كبيره، سيادتك مش عايز تشوفها، لكن عايز تشوف فقط انه الزمالك اتضغط 3 مباريات او 4 مباريات والاهلي كان مريح. طب اهو الجدول ماشي مضغوط للاهلي حتى النهايه، ايه الموقف؟ ايه الوضع؟ الفتره كان في فتره بين الاهلي والزمالك ماتش. بعد كده جه المشوار الافريقي، الزمالك خرج والاهلي كمل. فبقى بينه وبين الزمالك 5 ماتشات. غير ماتش الكاس. فالمساله يا جماعه شيء من الموضوعيه علشان المسؤوليه وضميرنا بس يبقى يعني ما ندخلش في روع الناس ان في مجامله لا تحدث، بالعكس اذا اللي عايز يشتكي يعني لو كانت الهوايه هوايه شكوى كان النادي الاهلي الاحق ان يشكو. ودلوقتي تسمع النهارده سمعت نغمه انه كارتيرون زعلان من طول فتره تعطل الزمالك وانه شايف ان ده هياثر على المستوى. ما هو ده تخديم بقى. ما في تنسيق هنا اهو. ما ده اللي بيقوله صبري. استاذ صبري يعني. واخد بالك؟ طب نعمل ايه طيب؟ العب. نلعب ولا نقعد؟ عايز تلعب تعالى العب. انت اللي قلت مش هلعب غير لما الاهلي يكمل مؤجلاته. مش كده؟ ده كلام الحقيقه غريب وعجيب. لكن كمان في الجمهوريه الحقيقه الاستاذ ماجد نوار في صباح الرياضه عاشت بطوله الدوري حره مستقله وبيحيي اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكره على اصرارها على استكمال الدوري، وبيقول خيرا فعل اتحاد الكره باصراره على استكمال بطوله الدوري هذا الموسم، لانه اصرار اللجنه بقياده المهندس احمد مجاهد على ضروره الاستكمال واتمام البطوله عين العقل والصواب حتى لا تكون نقطه سوداء في ملف اللجنه الثلاثيه. وبيأكد ماجد نوار على انه على الجميع يا باشمهندس ان يتحمل الظروف كل وفقا لقدرته، لانه في النهايه هذا ليس هو الموسم الامثل والافضل للكره المصريه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام كتير ومهم بعضمة لسانه. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كلام كتير في الغربال واعتقد حضراتكم ظهر لكم شكل الدوري والشكل اللي هيبقى مضغوط بيه لنهاية الموسم، لكن دلوقتي هناك كلام كثير بعضمة لسانه. ناس فاهمة وناس مش عايزة تفهم، ودي اللي لخصها المهندس عادلي في الجملة الاستهلالية في الحلقة بإيه؟ تكلم حتى أراك يا هذا، تكلم حتى أراك. دي حكمة عبقرية. طبعا. لأن الحقيقة قبل ما ننسى لازم نقول الحمد لله على السلامة صديقنا العزيز الأستاذ طارق قنديل، صديق مجلس الإدارة الأستاذ طارق قنديل. وعكة سريعة كده وعدت، دخل المستشفى وروح وطمنا عليه النهارده الحقيقة. والدكتور سعد شلبي اللي 14 يوم أسير الكورونا لحد النهارده الحمد لله معاد إلى عمله بعد أن تعافى. الحمد لله على السلامة. سعد شلبي والأستاذ طارق قنديل ألف الحمد لله على السلامة. نخش بقى في تكلم حتى أراك. ساعات كده يعني تقودني الظروف إني أسمع كلام. فألاقي كلام يعني أقعد أفكر هو ده يستحق الرد ولا مستحق، من كتر سذاجته ومن كتر يعني إن هو كلام مغلوط خالص و يعني يمكن اللي بيقوله بيدغدغ مع مشاعر جماهير معينة. للأسف الشديد أنا بقابل جزء كبير من الجماهير دي مستغربة من اللي بيتقال ده، بيأتي بنتيجة عكسية من كتر سذاجة الكلام. لكن
وفي نفس التيار ومن نفس المعسكر تلاقي كلام ناضج وكلام فاهمة وموضوعية وموضوعية وتظهر الحقيقة. ودي أهم شيء. أيوة. أنت راصد لبعض المعلومات والحكمة لما بتقول تكلم حتى أراك في ناس من اللي بيقولوا هذا الكلام اللي أنا شايفه ساذج جدا كنت أكن لهم تقدير لأن كنت بقرأ لهم ما بشوفهمش هم بيتكلموا. أول ما ينطق يبان. أنا انت قول انا شفعيني ان يمدد ساقي اني مدد ساقي اتكلمت يا حبيبي ايوه كده يعني حتى الحكم بتاعه الكلام والصمت لان الكلمه مسؤوليه يا استاذ ابراهيم ده كلام كتير جدا يعني في حكمه تقول لك ايه وبرده دي هتلاقي لها نماذج بعض الناس اذا صمتوا بين قوم ظنوهم جهلاء فاذا ما تحدثوا ايقنوا من جهلهم تأكدوا أكتر ده أرسطو يا هذا تكلم حتى أراك لأن الإنسان اللي ساكت محدش عارفه إلى أن يتكلم وفيلسوفنا الكبير المهندس عدلي اختار أن دي تكون استهلالية الحلقة لكن هي الحقيقة بتكشف عن ظاهرة موجودة بشكل واضح جدا في علاقة الأهلي بالزمالك ودي علاقة كبيرة وعلاقة تاريخية وشفتوا الكابتن خطيب وهو سعيد وحريص على تلبية طلب لاعبات الزمالك في كرة الطائرة والتصوير معاهم وتهنئتهم على المركز الثالث وشد حيلكم يا بنات والروح الحلوة ده جمال الرياضة والله اتعملت لكن فكرة بقى كل ما حد يتكلم في حاجة طب اشمعنا الأهلي اشمعنا أنا مستغرب لها بجد يا جماعة الزمالك والإسماعيلي والاتحاد وكل أنديتنا الشعبية لأننا دايما وأبدا لازم نقدر هذه الأندية ذات الظهير الشعبي لأن ليها جمهور وليها مشاعر وليها ناس تملك عواطف ناحيتها فالأهلي دايما وأبدا تاريخيا له مع كل هذه الأندية كل الاحترام والتقدير لكن فكرة باستمرار اشمعنا الأهلي جملة غريبة جدا بلغت مداها في يعني مش عايز أقول حتى اللفظ التاني انه واحد مدافع في الزمالك سابق زي عمرو الصفت تعرفه مستغرب تعرف مستغرب ليه افتكر ليه دلوقتي اللي بده انه اتكلم لا ده استغرب في حاجه بيقارن بينها وبين الاهلي والزمالك على انه الزمالك مظلوم عارفين مظلوم في ايه في اللي قاله عمرو الصفت متهيألي ما فيش حد اخد باله منها جه في شهر رمضان النادي الاهلي كان والزمالك بيلعبوا في نفس التوقيت النادي الزمالك هو المفروض اول الدوري وليه شعبيه كبيره المفروض النادي الزمالك هو اللي يتذاع على القناه الرئيسيه النادي الاهلي كان بيتذاع على الرئيسيه لا مفيش رئيسيه في واحد واثنين مش حاجه اسمها رئيسيه لا بس القناه الرئيسيه هي النادي الاهلي لا 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 مش حاجه اسمها رئيسيه يا عمرو في حاجه اسمها واحد واثنين لا في رئيسيه وفي الاثنين طب اشمعنى النادي الاهلي ما كانش على اثنين والزمالك هو اللي على رئيسيه انه الاقوى الاهلي بيلعب النصر ولا الزمالك بيلعب الحرس ما الاثنين مذيعين الاثنين مذيعين بس انه هو اللي على رئيسيه ما فيش رئيسيه ما انا عشان بقول لك ممكن في ماتش منهم على استاد القاهره فممكن يكون مثلا ترتيبه ما انا ما اعرفش بالظبط لا الماتشين بالظبط الزمالك اتذاع على القناه الثانيه انت عارف انا اقصد ان انت ممكن تبص لها ازاي يا صفي ان لو ماتش مثلا في القاهره فطبيعي الاولى لو ماتش الثاني بتاع الفريق الثاني انا ما عنديش مشكله اللي هو انا ما عنديش مشكله اللي هو كان يعمل ماتش وماتش اما الماتشين هو النادي الاهلي على الرئيسيه والزمالك هو اللي على القناه الثانيه ما التوجه برضه ما هو اللي هو الاهلي ليش معنى اسمه الاهلي يا استاذ ابراهيم مش المشكله بجد هو الاهلي ليش معنى اسمه والله الأهلي. في حاجات كتير الواحد كل ما يشوف الحاجات دي ها يعني يفتكر الاثنين اللي اتخانقوا ها على المصالح فراحوا عند واحد هارون الرشيد مثلا عشان يحكم بينهم فواحد اصر قال له هو لو ياخد قرش قال له اسمعوا اتصالحوا وانا هكافئكم انتوا الاثنين مش معقول تفضلوا في هذه الخصومه قال له بس بشرط نتصالح اللي تديه له اديله يعني ادي لي عدو مرتين طب هتتصالحوا ليه فالتاني قال له انا موافق فهارون رشيد قال له طب انت عايز ايه قال له خزق لي عين فخزق لي هو العينين ما هو اذا فضلت بالمعنى ده قد تصل الى هذا لانك مش انت مش بتشوف انت حقوقك فين انت باصص الراجل ده بيحصل له ايه الموضوع ما يمشيش كده ابدا يا جماعه لانه بقى مضحك وكلام انا هفكرك بواحد ما فيش داعي صديق مشترك لينا راجل زملكاوي كان دايما وابدا من كتر مناكفته
يقول لك هو اشمعنى الاهلي، اشمعنى الاهلي فانيلته حمراء بالكامل والزمالك خطين بس حمر، واخد بالك؟ انه كده مظلوم واخد خطين بس، لكن الاهلي فانيلته كلها حمر. يعني هو كان بيتريق ده طبعا، لكن من 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 فرط الاعجاب في اشمعنى الاهلي. لانه الحقيقه عمرو الصفت وهو بيتكلم بيقول لك ليه الاهلي والزمالك لما بيلعبوا في يوم واحد مباراه الاهلي تتذاع في اون تايم 1 والزمالك يخلوه يعني هو دي قالها ليه؟ لان استشعر ان الاقبال على المشاهده هنا اعلى من هنا، خلاص؟ هو مش واخد باله لو عكسنا الناس هتروح ورا الاهلي في القناه الاخرى. هي المساله انت هتروح في القناه اللي ماتشك متذاع عليها. والحقيقه يا جماعه ايه الميزه، فيدي ولا الفديه؟ الكلام في الجزئيه ديت كلام اقرب لمنطق بطاقه التموين. اديت الاهلي ازازه زيت لازم تدي الزمالك ازازه زيت، ده كيلو سكر وده كيلو سكر. لا هو انا بقول لك اهو ده كلام غير طبيعي بالمره في عالم التسويق. هو في حد يغفل ويجهل انه النادي الاهلي صاحب الشعبيه الاعلى؟ القيم التسويقيه وحقائق السوق بتقول كده، ولو كابتن ابو العيله كان بيناقشه ومش مقتنع بوجهه نظره، بس كمان ما هو ابو العيله واحد من المتعاقدين مع اون تايم، لو سالهم في اداره هذه القناه عن حجم التعاقدات الاعلانيه في مباريات الاهلي ظاهره واضحه. فانتوا بتتكلموا في حقائق سوق وقيمه شعبيه، مش في قضيه مناكفه ومجادله ودايما وابدا اشمعنى الاهلي. ممكن ببساطه شديده عشان الاهرام ومجاملات الرعاه للاهلي والقنوات تعال ناخدها واحده واحده. من سنه 48 ايوه كان في رعاه؟ لا كانش في رعاه. طب الاهلي كان بيكسب ليه؟ الدوله كان رئيس الاتحاد مين؟ الوزير رئيس الاتحاد في بدايه الدوري يا جماعه في 48 حيدر باشا. حيدر باشا رئيس نادي الزمالك ورئيس اتحاد الكره ووزير الحربيه باشا. يعني ما فيش بكده. فالاهلي ياخد 9 دوري ده بقى الاهرام ولا ده مش الجداره الكامله يا جماعه؟ الجداره المطلقه. في برنامج اعتقد انا ادعو مصر كلها للفرج عليه، مش النادي الاهلي بس، عشان تعرفوا هو الاهلي ما بيديش نفسه القاب. لما اتقال عليه نادي الوطنيه اتقال عليه نادي الوطنيه. البرنامج اللي احنا عاملينه البرنامج الوثائقي بذل فيه مجهود كبير الاستاذ محمد مصطفى ويعني كان ليا شرف ان انا اقدمه مع الاستاذ سعيد وهبه و اسمه لا نبي الاستاذ نبيل عمر. ايوه والحقيقه يعني اختيار موفق جدا طبعا سعيد قيمه كبيره استاذ نبيل صاحبي كبير يعني. وانت رمز اهلاوي لا بيه. يعني انا بحكم ان انا الناس شافت ان انا قضيت فتره في النادي الاهلي يعني. لما تسرد تاريخ النادي الاهلي والمواقف تكتشف ان الاتحادات كلها وكان وراها رجالات الاهلي ان تمصير الالعاب، ان الرياضه النسائيه، ان الدور الوطني للنادي الاهلي في كل المواقف الفني الاحتضان الفني فطبيعي ان يبقى في قاعده كبيره جدا الناشئه المواقف مع الفرق الانجليزيه، المواقف ان انت تقاطع الدوري عشان بيشرف عليه الاتحاد. كل القضايا الوطنيه، كل القضايا. فانا بدعو الناس هتفهموا السبب، وكل كلمه بتتقال قدام الوثيقه بتاعتها وثيقه دامغه واحيانا صوت وصوره. فهو ده سبب، مش سبب انك انت بعد كده الرعاه بيقول لك انت، لانك خلاص انت حجم التسويق بير هيد كام واحد بيشجعك، كام واحد بيتفرج عليك بالظبط، بس مفيش حسبه ثالثه. ولما تتعمل يعني دراسات لحجم السوق طبيعي في قياس الراي العام الرياضي ويبقى في 74% اللي عايز يقول اشمعنى المصريين اهلاويه، دي مساله مش هيعترف لك بيها، قياسات رسميه هينكرها. اللي عايز يقول اشمعنى يا استاذ ابراهيم، احنا خلينا نكلم الناس بقى ما نكلمش اللي بيقول اشمعنى. اللي بيقول اشمعنى هيقول اشمعنى. ايوه لان تجاره الكلام الموجه اصبحت رائجه. أيوه. وانت بتقول اللي الناس اللي جايباك عايزه تسمعه. جايباك تقوله وجايباك انت بالذات، وفي تنوع عشان يقول هذا الكلام. ولذلك احنا لما بنقول خلي بالكم من التويتات والكلام ده عشان الاهلي يعني على الاقل جمهوره يحافظ عليه ما ينزلقش في هذه الامور بالظبط.
لكن في المقابل في ناس لا عايزه تقول الكلمه الطيبه. طيب الحقيقيه خلينا في الناس الاولانيين يعني، لانه كمان احنا معنيين يا جماعه بمناقشه المنهج نفسه، سيبكم من الاشخاص، كل الاشخاص لهم كل التقدير ده مؤكد، لكن المنهج اللي بيطرحوه لامتى هيفضل بيتروج له بهذا الشكل، والامتى هيقود الناس في الشارع والناس بالذات البسيطه عشان تلاقوا دايما وابدا بينها هذه المشاحنات. تعالوا نشوف الزميل عمرو الدردير وهو المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ايضا بيعلق على حاجه للنادي الاهلي. يعني عايز اقول لغه الارقام احنا دايما بنستخدمها غلط. يعني لما تيجي تقول لي الاهلي وصل للعالميه وصل لحته تانية واحسن نادي في القرن ال21 ده كلام مع احترامي كاننا اكمل يا كابتن سيف كاننا بنضحك على الناس. حط الاهلي في الدوري الاسباني هيطلع الاخير تمام. الاخير عن جدارة، لكن احنا بنتكلم ايه على دورينا المحلي التعبان اللي كل الناس بتشهد ان دوري تعبان. لا مش تعبان، لكن المبالغه هي اللي اولا المبالغه بتعمل بتربي التعصب وبتعمل التعصب ما بين جماهير الانديه، لان بنبالغ قوي. ليه الاهلي افضل نادي في الكون يا جماعه؟ عيب يا جماعه، ما يصحش. ما اقعدش اقارن نفسي بالمستويات العالميه تمام. يا جماعه تمام. رحمه بالجماهير. طيب لان الجماهير متحيزه. يقارن نفسه بمين يا فندم؟ مين ده؟ يعني الانجاز اللي هو عمله، يقول مثلا ان هو افضل على واحد على مستوى القاره. على مستوى القاره هو الافضل. المنافسه اللي انت بتشتغل عليها. لا انا ما قلتش هو الافضل. انت ما تقولنيش بعد اذن حضرتك كلام انا ما قلتوش. اسالك، انا ما قلت لك. انا بقول لك انا ما اقولكش هو الافضل. انا بقول لك المقارنه تبقى على القاره. طيب تبقى على ما انا بقول لك على القاره هو على مستواك هو الافضل. لا انا ما قلتش كده. ما انا بسالك. لا انا ما قلتش. هو انا قلت انك قلت. طب انا ما اقول لك ما قلتش. انا بسالك. انا ما قلتش. لا اله الا الله. انا ما قلتش. هل انتوا عايزين لازم نقول نبصم ونقول واي ضيف يجي الاهلي احسن نادي في الدنيا فلازم نبصم ونقول الاهلي احسن؟ لا مش احسن نادي في الدنيا. طب يا فندم هو انا النادي الاهلي يكسب ويعمل انجاز احنا مع حد؟ يا فندم خليني بس اخلص كلامي. انا النهارده مبقى مرتين ثالث عالم الانديه، ما يبقاش عندي طموح ناخد البطوله دي في يوم من الايام؟ تاخدها ازاي يعني؟ تاخدها من بطل اوروبا؟ تاخد ما نتكلم كلام عقلي يا جماعه. انا اخدها مرتين ثالث. انت عايز تفهمني ان الاهلي هيجي يوم من الايام هيكسب بطل اوروبا وهيكسب بطل امريكا الجنوبيه؟ طبعا انا عارف ان انت عندك كلام كتير، بس انا مستغرب جدا من منطق. هو اي حاجه يا جعان بطوله العالم للانديه ابطال القارات بتاعتهم لعبوا بطوله، الترتيب ده بيتقال ثالث العالم لان دي ابطال القارات لعبوا مع بعض، هم ملهاش تصنيف غير كده. ايوه هو كل تصنيف يتعمل حتى لو يعني مره واحده بقت كوخه بطوله العالم، ولو قدر ان الزمالك بس تاهلها هتسمع الكلام والاحتفالات بهذه البطولة الأهم على مستوى العالم. هو أنا ليه بقول لكم إحنا بنناقش المنطق نفسه؟ تحدث حتى أراك. لأنه الزميل عمرو الدردير هو الراجل متضايق إنه يتقال إن الأهلي ثالث العالم. طب هو الأهلي ثالث العالم لأنه بطولة العالم اللي ضمت كل أبطال القارات على مستوى العالم الفيفا جمعهم في بطولة واحدة. طلع بايرن ميونخ الاول، طلع الاهلي الثالث، بقى الاهلي ثالث العالم وبايرن ميونخ بطل العالم. هو مصر لما بتاخد كاس الامم الافريقيه بنقول مصر بطلت افريقيا، هي مصر راحت لعبت مع كل دول افريقيا ونيمتها يعني وبالتالي بقت بطلت افريقيا، ولا افريقيا بتعبر عنها بطوله الامم؟ هي فيها تصفيات وبعدين بتوصل كل الدول لعبت في البطوله. مصر لما خدت بطوله الامم يعتبر ضمنيا كسبت كل الدول الافريقيه، لان الدول اللي صفت ناس اتاهلت وناس ما اتاهلتش، اتاهل الافضل. لما تاهلوا الافضل دخلوا في البطوله من خلال الادوار والمجموعات، تاهل الافضل، الاثنين الافضل لعبوا فاينل، الافضل كسب وهو منتخب مصر، فبقت مصر بطل افريقيا. لكن فكره لا اصل ما تقوليش الاهلي ثالث العالم، امال اقول لك ايه؟ ما تقولوش حاجه. اقول لك ايه يعني؟ والله ما تقول له حاجه يعني. ثانيا ما تقولوليش ان الاهلي بعد ريال مدريد في البطولات. هو الاهلي لو راح لعب في الدوري الاسباني هيبقى قال لك هيجي الاخير، ولو راح الدوري الانجليزي هيبقى الاخير. فنيا ممكن يبقى كلامك صح، لكن منهجيا وعمليا ده كلام ملوش اي 60 لازمه، لانه الحقيقه انه الرانكينج او التصنيف انت بتصنف الدول او الانديه على حسب عدد البطولات اللي واخدينها. فبتقول ان ريال مدريد الاكثر تتويجا في العالم، مش مطلوب ان كل البطولات اللي خدها او التصنيف يكون فقط لاوروبا، ده تصنيف لانديه العالم. فبالتالي ريال مدريد في قارته
ببطولاته هو الأول. الأهلي في أفريقيا من خلال بطولاته القارية والدولية هو الثاني، وبعد منه هتيجي دول، هتيجي أندية من أمريكا اللاتينية، هتيجي دول أو أندية من آسيا، أندية من أفريقيا، أندية من أوروبا. هو ده التصنيف. كون أن الأهلي وصل لمصاف أن بقى الثاني على مستوى العالم يضايق الناس، ده مش ذنب الأهلي. لكن حقيقة الأمر في الجدول اللي انتوا حفظتوه، الأهلي الثاني بعد ريال مدريد في الأكثر تتويجا على مستوى العالم، دي حقيقة. على فكرة 26 ريال مدريد، 22 مصر، والزمالك له ترتيب، والزمالك له ترتيب في في في, في التصنيف نفسه. يعني انت لو شلت الاهلي كان هم هيحتفلوا بالتصنيف بتاعه. الزمالك الثامن ب 13 بطوله، افضل من انديه اوروبيه بعديها على فكره، ومن حقه ان يحتفل بهذا. لا افضل من اياكس مثلا في عدد البطولات. لكنه عايز اقول لك على حاجه تانية، هو منتخب مصر بقى في عصر الكابتن حسن شحاته وكان متوهج 2009 لما اخذ التاسع في تصنيف المنتخبات العالم، ما كانش بيلعب كاس العالم كمان، ما كانش لعب كاس عالم خالص الكابتن حسن وفرقته، بس التصنيف العالمي بالنقط وعدد المباريات والمشاركات بيجيب لهم حساسيه. كان منتخب مصر او مصر التصنيف التاسع في العالم، كان بعد منها دول كبيره تانية. ما حدش قال انه منتخب مصر بقى تشيلي وايطاليا. لما انت متخيل انك انت بعد منك تشيلي، انت التاسع، شيلي العاشر، ما تقالش ان مصر ازاي كسبت اللي بعديها عشان بقت هي الافضل. استاذ ابراهيم والله يا جماعه احنا بنناقش المنهج بمنطق، ولكن مجرد ما بنناقش هذا الكلام اكننا بنعترف ان في منطق محتاج للرد. الكلام اللي بيتقال ده استاذ ابراهيم في حاله كنت ممكن تسمعه لو هو اللي متفوق عليا محليا، لكن ده انت كده بتطعن في كفاءه النادي اللي انت بت بت بتعبر عنه. لان لما انت مستنكر عليا هذه المكانه، الله، ده انت مش عارف تتجاوزني بالظبط، بعيد جدا بالظبط ببطولاتك عني. يبقى انت ايه يعني مش ما انت عارف بالظبط كده كرهك لان الاهلي يعني يتقال عليه كلمه طيبه. فليكن ما يكون، يعني احرق كل حاجه، بس ما يتقالش على الاهلي كلمه طيبه. حتى لو كانت ضد، يعني تستخدم ضده هو. ده الجدول التاريخي لتصنيف أندية العالم، وهتلاقي الزمالك موجود في القائمة، وده شيء كويس لمصر. الزمالك قبل اليوفنتوس في عدد البطولات اللي أخدها، دي أرقام يا جماعة. قبل ريفر بليت وأرفي ساو باولو، هو وقبل أياكس، ولو لعب مع كل دول قبل اليوفي هيكسبهم. ده كلام بجد يعني منطق غريب، ممكن يكسب. بس الحقيقة بص بقى، بمواجهة ناس زي كده تلاقي ناس رافضة تماما بكل الشماعات، وناس رياضيين واقفين على أرض الواقع وشايفين القصور فين. القضية مش إن أنت تفضل تقول الأهلي 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 الأهلي، القضية تكلم عن نفسك، عالج مشاكلك، واجه نفسك، ربنا يوفقك. لأنه فعلا الكرة في مصر والرياضة في مصر مش هتقوى ولا هتنطلق لمستويات أفضل إلا لما الكل يكون في أفضل حالاته، مش في تصنيع الشماعات ولكن في تحقيق البطولات. الحاوي، حاوي الزمالك الكبير كابتن حماد عبد اللطيف، وده واحد من المهرة الكبار في الكرة المصرية. الراجل له وجهة نظر في ظروف الزمالك، وإن الناس ما تفضلش دايما وأبدا تتهم الأهلي أو التحكيم. نسمع كابتن حماد عبد اللطيف. أنت ما بتبقى كويس، أوكي، بتاخد بطولات، بس في وقت من الاوقات انت ما بتكونش كويس فما بتاخدش بطولات. احنا ده يعني المشكله عندنا، ممكن الناس تزعل مني من كلامي ده، دايما بنرمي همنا على التحكيم طول عمرنا. لا، في اتظلمنا، بس ما اتظلمناش مثلا مش 20 30 سنه. خلينا نتكلم طبعا، عشان الناس تبقى الواحد يبقى منطقي في الكلام، وده نقاش. لا انا اتفق معاك تماما. يعني مثلا في وقت من الاوقات مثلا الجيل اللي هو بتاع مثلا ابو تريكه وبركات ومتعب والناس دي كانوا هم احسن من نادي الزمالك. نادي الزمالك ما كانش عنده موارد ماليه فما كانش بيشتري لعيبه، فكان طبيعي. بس ليه بقى كان احسن؟ انا حضرت في فتره من الفترات دي، يعني جزء من الفترات دي انا حضرت. بنكمل. انا بقول لك ليه. لا معلش يا كابتن، بس خطوه هنا معلش، وحضرتك كمل براحتك. في اللحظات دي 2004 كنت نادي الزمالك بطل الدوري بعد ثلاث دوري تقريبا ورا بعض في 4 سنين. ماشي. 2004 ماشي. 2005 انت سادس الدوري. هو بص يا ابو العيله، هو مين اللي بيصدر المشاكل لنادي الزمالك؟ هم من داخل نادي الزمالك، من ابناء نادي الزمالك. خلينا نتكلم بصراحه، مش عايزين نتكلم اللي احنا ايه في قناه الزمالك فلازم هنتكلم كده. لا، احنا
ابناء من نادي الزمالك سواء في الادارات سواء في مجالس الاداره، رؤساء انديه، لعيبه قديمه، هي اللي بتصدر مشاكل لنادي الزمالك. ليه انت ما بتكون كويس زي ما انت قلت مثلا من 2001 ل 2003 واخد 3 بطولات دوري بس مش 3 بطولات دوري. ده دوري بس ما دوري يعني انا فاهم ودي حاجه كتير قوي. حد وقف ضدك بس مش معقوله مثلا انت في 20 سنه اتظلمت ال 20 سنه عشان كده ما خدتش دوري. لا انت في وقت كنت كويس يا كابتن فكنت بتاخد، وفي وقت ما كنتش كويس ما كنتش بتاخد. كابتن عماد احنا ماتش الترجي الاخير يا كابتن لما كنا وحشين كلنا قلنا دي اسوأ يوم لفريق الزمالك لو نفتكر الماتش الترجي اللي كان هنا في القاهره. فدايما ابحث على الاسباب، الاسباب دايما بتكون من الداخل بس مش كل سنه دايما بنصدر دايما ايه التحكيم السبب التحكيم السبب. ما انت بتدي شماعه حتى للعيبه اللي هي ما تاديش. طبعا كلام الكابتن حماد عبد اللطيف واضح، مش معقول يا جماعه ان احنا نعلق عدم تحقيق البطولات على شماعات التحكيم والدوله. الكابتن ابو العلا بتهذيبه ولكن ايضا مضطر يقول هذا الكلام. طب ليه كان الجيل بتاع الكابتن ابو تريكه هو المتفوق؟ لان الاهلي كان عنده فلوس. طب اقول لكم في الفتره دي بقى يا جماعه، ها الاهلي كان بيدفع اقل من الزمالك فلوس. كابتن ابو تريكه لما جه النادي الاهلي جاب 400,000 جنيه. وبعدين الكابتن حسن لما راح للكابتن كابتن حسن فريد، لما راح الكابتن حسن قال له بعد ما قال له شوف ابو تريكه حقق نجاحات وانا محرج وال 400,000 رفعناها ل 600,000. ادي الاستغناء بتاع كابتن ابو تريكه. كابتن بركات يوم ما جبناه اتكتب كده اشتروا لاعب شايفين اللي اتقال مصاب. هو كابتن ابو العيلة حظه سيء مع فريق ملك وكتابه لانه حتى الحقيقه راحوا مطلعين له. طب اتفضل انت لما بتتكلم على ان الاهلي الجيل الذهبي الصراحه جاب ابو تريكه وبركات كابتن. طب ابو تريكه انت فوتوه انا واحد واحد بس. وابو تريكه وبركات بص اتفرج لك الفلوس مقلب الاهلي شربه. طيب الكابتن محمد شوقي فري ترانسفير انتقال حر. الكابتن عماد النحاس فري ترانسفير انتقال حر النصر السعودي. الكابتن اسلام اللي كان معاه الفلوس واللي راح له الزمالك وبعد كده راح خده اعاره لانه ما كانش عايزه. ف الكابتن اسلام قال له لا انا عندي شرط جزاء انا اروح بقى الحته اللي تعجب. ادي ادي الفلوس اللي الاهلي ليه بنى بيها الفريق العبقري ده. بالعكس ده الاهلي داخ عشان يجيب جيلبرتو والفلوس مره واحده في ايفيلينو وفي جيلبرتو لما الاستاذ ياسين منصور ساعد. يعني الاهلي دفع تلت وتلتين الصفقتين دول كان 1,050,000 ودفع منهم الاستاذ ياسين تلت المبلغ ده. ادي يا جماعه. انما بخلاف هذا كان يقابل كده الزمالك كان معاه فلوس وكان بيدفع كل حاجه بدليل. هتقول الدال والنبي يا استاذ ابراهيم خلينا نخلص من اللي لا هقول لك رقمين. هو مين اللي كان عنده مصادر دخل مش موجوده في اي الانديه وجت منين؟ مين اللي خد احسن موقع تجاري عمل علينا دي؟ مين اللي سمح انه يعمل محلات في وقت ما كانش مخلوق عنده مليم يقدر يدعم بيه فريق الكوره من الاستثمار؟ كان اشهر سوق هو سور نادي الزمالك وما زال صحيح اشهر واكثر محلات وما زالت مصدر. عندما يحسن استخدامه مصدر دخل قوي لنادي الزمالك واسواره اللي بيجي عليها اعلانات وكل دي 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 جوهره لو في ايد حد. وكان هو الزمالك معايا هذا الكلام. فمساله ان انا احذفها اصل الاهلي كان عنده فلوس والزمالك من 2004 اتقفلت عليه. لا والاهرام. طب بص بقى. طب والاهرام امتى؟ الزمالك ما عرفش يجيب لعيبه والاهلي جاب. ده كلام الكابتن ابو العلا. وقال لك احنا بعد كل مره اقول لك عندنا احسن لعيب. طيب الزمالك يا كابتن في الفتره اللي انت بتتكلم فيها من 2004 ل 2009 الزمالك اللي ما كانش عنده فلوس يجيب لعيبه جاب 41 لاعب. منهم 12 لاعب اجنبي. 41 لاعب. ممكن يقول لك ما احنا جبنا بفلوس اقل فالكواليتي اقل. طب خد دي. موقع في الجول نشر في 17 اغسطس 2005 الزمالك دفع في صفقاته اكتر من الاهلي. الزمالك في الموسم ده دفع 24 مليون و2 من عشر
24.2 مليون جنيه في صفقاته مقابل 21.6 مليون للنادي الأهلي. 80 مليون جنيه ساعتها في الموقع، 80 مليون جنيه صفقات اللاعبين في الدوري، منهم الزمالك 24.2 والأهلي 21.6. ده اللي اتقال. أصله الأهلي كانت عنده فلوس والزمالك ما عندوش، الأهلي اشترى والزمالك ما اشتراش، الأهلي اتفتحت له الحنفية والزمالك اتقفلت عليه. ده المنطق اللي بيتروج له على 2004-2005. محدش بيقول بقى إدارة الأهلي أحسن. هدي لك مثل خطير، استخدام لعيبة، جابت مدرب كويس. هو أنا بنافس الزمالك على بعض اللعيبة. خد مصطفى جعفر مني إزاي؟ دفع أكتر مني وخده. خد الكابتن عمرو زكي مني إزاي؟ دفع أكتر مني بكتير وخده. وهم عارفين كده. والفلوس دي جت من إيه؟ أجوجو لما كانش حد بياخد ب900,000 دولار، جه لحد النهارده مشكلة أجوجو موجودة. مين ما كان في ناس بتمول الزمالك أتقل وأكثر اندفاعا زي الأستاذ ممدوح عباس. ده كان ما هو ال 24 مليون ونص دول للأستاذ ممدوح عباس. ده هو اللي صرفوا على نادي الزمالك حوالي 46 مليون جنيه في الفترة اللي كان موجود فيها. يعني كان قدرات الزمالك في الوقت ده اعلى من الاهلي بكتير. انما اقول لك الاهرام اللي كان الاهلي بياخد منها ساعتها 2 مليون و3 مليون. يعني تطورت الامور بعد كده، الاهلي عرف ان مش هيقدر يعني الا انه يستثمر، عمل اداره تسويق على طول. طب هو فكره انك تعمل اداره تسويق ليه؟ عشان تبتدي تفكر انت ومجلس الاداره. انك تعظم انشانا شركه، انشانا قناه، انشانا مجله، انشانا قبليهم الكلام ده. هي دي كانت كلها افكار من النادي الاهلي واستثمارات من النادي الاهلي. صحيح. انما بقى اللي عايز يحذفها احذفها زي ما انت عايز. انت كان معاك فلوس اكتر، كان عندك اسوار وكان عندك محلات، الاهلي كان عنده مجله وانت كان عندك مجله عملتها بعديها بشويه. الاهلي عنده قناه وانت عندك قناه دلوقتي. طب انت عندك موارد وانا عندي موارد. لا. انا بدير مواردك. هو النادي الاهلي ده يا دوبك من سنه النادي الاهلي عمل اسوار وما عندوش محلات. ده النادي الاهلي اللي عنده محلات يا استاذ ابراهيم يخش في حته تانية. صحيح. وعشان نفكر الكابتن ابو العلا، الزمالك اللي ما اشتراش عشان الحنفيه اتقفلت عليه واتفتحت للاهلي 2004-2005، الزمالك جاب احمد بكري والعراقي صالح سدير والكاميروني مارك موبوا وحسام زينهم وابراهيم سعيد والنيجيري الكينج ثاني. الموسم اللي بعديه جاب النيجيري او الغاني اولي كوادي جونيور، البرتغالي اديسون سوزا، مصطفى جعفر، احمد حسام، علاء عبد الغني، عادل فتحي، فرج شلبي، يوسف حمدي، تامر عبد الوهاب. جه في موسم 2006-2007 جاب شيكابالا رجعه من اليونان، جاب وسام العابد من تونس، جاب عمرو الصفتي، جاب احمد غانم سلطان، جاب عمرو زكي، جاب اسامه حسن، جاب مجدي عطوه، جاب يامن بن ذكري التونسي. وفي موسم 2007-2008 جاب احمد مجدي ومحمود فتح الله وكريم ذكري وبشير التابعي وخالد سعد من الاردن وشريف اشرف ومحمد عبد الله اللي كان جاي من الاهلي. الموسم اللي بعده 8-9 جاب هاني سعيد وريكاردو البرازيلي وعمرو عادل ومحمود سمير وعلاء كمال وجونيور الغاني واجوجو ومحمد المرسي وكوفي اوليه الافواري وصبري رحيل وايمن عبد العزيز وابراهيم صلاح. الاهلي جاب ابو تريكه وبركات، الزمالك فوض ابو تريكه وما جابوش. ولما الاهلي جاب بركات اللي خد احسن لاعب في افريقيا، الزمالك ما فوضش بركات خالص. الزمالك قال عليه ده مقلب والاهلي شربه لانه مريض. لكن في الاهلي بقى بركات احسن لاعب في افريقيا لانه ده الاهلي. هل حد يعني يعترف للاهلي بهذه الجداره الكامله ولا نفضل تاني في مقاوحه؟ زائد حاجه بقى، ما هو ما تحيروناش، هل الزمالك طول عمره عنده احسن سكواد ولا الاهلي اللي عنده طول احسن سكواد لانه عنده فلوس؟ ما احنا فيها. هو انت السكواد بتاعك دلوقتي مش احسن سكواد؟ مشيت انت في السكواد. مشيت انت في السكواد. لا بلغه العصر بقى لازم اتعلم انا كمان ولا يعني ابقى اولد فاشل. مين اللي عنده احسن سكواد دلوقتي؟ وجالك واتصرف عليه كام؟
مين اللي كان معاه الفلوس ساعتها؟ خلينا في دلوقتي، مفيش اهرام بقى. قدراتك الماليه في الفتره اللي فاتت كانت اكبر مني بكتير. صحيح يا جماعه، اللي عايز يتحجج هيلاقي حاجه كتير جدا، وهيلاقي ناس كتيره فاهمه ومحترمه وبتطرح كلام بالعقل. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في مناقشه ناس فاهمه وناس مش عايزه تفهم. ما تغلبوش نفسيكم، لكن احنا هدفنا الجمهور، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، علشان الناس تبقى علاقتها مع بعضيها على ارضيه واحده من التقدير والاحترام والمنطق، ودايما وابدا المنطق ده رساله ملك وكتابه. زي ما احنا بنناقش النماذج السلبيه، لا بنقدر النماذج الايجابيه، خاصه لما تطرح راي بالعقل شويه وبالمنطق وتحترم عقول الناس. كابتن وائل الأباني مدافع نادي الزمالك في فترة كان متميز فيها جدا، وكان بالمناسبة مضى للنادي الأهلي وخلاص، أعتقد عقده كان معاك، والدكتور كمال راح للكابتن حسن. هذا مثلا نموذج هو كابتن شيكابالا. لو ما فيش فلوس في نادي الزمالك كان هيرجعوا نادي الزمالك ازاي؟ بعد ما هو الاثنين مضوا للأهلي وقبض فلوس. طبعا الأباني. أيوة. ورجع الفلوس في مكتب الله يرحمه حلمي. ده العقد. بالذات اصريت انه يبقى في مكتب الكابتن الله يرحمه الاستاذ حلمي عبد الرازق. لانه كان في فلوس هتدفع بدري. ما حبيتش اتحمل انا المسؤوليه ويكون فيها خطا. فجه المدير المالي وجه المدير المستشار القانوني واتعمل العقد بناء على طلب الكابتن وائل نفسه. لا انا عشان ابقى حسمت الموضوع وعرفت ان انا استقريت ما يبقاش الاهلي كمان يغير رايه اخر الموسم. بعد كده دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك هو الكابتن حسن. هو قبل الدكتور كمال درويش خلاص هو اتفق مع اللاعب خليك في نادي الزمالك. فراح قال لي كابتن حسن اتفق معاه ازاي؟ لازم بفلوس اكتر او على الاقل هي بالظبط. جاب فلوس وخد عقده ومفيش اي مشكله على الاطلاق، ما دام رغبتك في انك تلعب في الاهلي اهتزت وبقت ليك رغبه تقعد في ناديك، ربنا يوفقك، اتفضل خد عقدك هات الفلوس. لان حتى لما اصريت وقتها كانوا بيكلموا الكابتن ابراهيم سعيد. فاصريت ان قلت له كابتن هاجي لك بالعقد، ندي العقد في ايد الدكتور كمال درويش. قال لي لا يا عدلي ده رئيس النادي. ده كابتن حسن. قلت له كابتن بس انت قاعد جنبه، انا مش عايز اقول لك وجهه نظري ايه. لان في حاجه هتحصل وانا حاسسها، فمش الالتزام مش هيبقى متبادل في النقطه دي. قال لي لا وائل دلوقتي يجي يديله ورقه. بالظبط. فوائل جه خد ورقه. احتراما للدكتور كمال طبعا. وبعد كده حصل اللي حصل. حصل اللي حصل. لكن راي وائل الاباني فيما يتعرض له الزمالك ورجم الاهلي بالباطل في كلام مهم له. يا جماعه يعني رغم الناس اللي بتقعد تتكلم على التحكيم وعلى ضربات الجزاء تعرفين يا جماعه ان اخر 16 سنه الزمالك خد الدوري مره واحده؟ انت متخيل؟ الزمالك بقيمته بلعبته بامكانيات لعبته بمدربينه كده دوري 2014 2015، وكان اخر دوري ما كنت موجود ان انت 2003 2004، صح كده؟ انت اخر 16 سنه الزمالك خد الدوري مره واحده، وطبعا كده هو بيتجامل من التحكيم وكده، التحكيم بيخاف منه وبيقلق منه، وهو ننوس عين اتحاد الكوره نادي الزمالك لانه خد الدوري اخر 16 سنه، اخر 21 لا اخر 16 سنه. ما تدخلنيش في القصه دي مره واحده. ليه كده؟ انت السبب، انت السبب ان انت اخر 16 سنه خدت الدوري مره واحده. احنا السبب. ليه بقى كده؟ معلش يعني بالزمالك انا من وجهه نظري عيب في حق الزمالك بامكانياته. طيب. بتاريخه. طيب. 16 سنه. طيب. ياخد الدوري مره واحده، يبقى احنا السبب. 15 سنه. لا 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 15 والاهلي واخدها 15 مره. لا مش 15 مره، في وقف وبتاع مش عارف ايه 13 مثلا او اي كده. معلش يعني احنا برضو لو انت هتحسب ان في اخطاء وبتاع، بس احنا برضو معلش. اصل منطق الكابتن خالد بيتحدث وكان الدوري دي منحه بتتوزع. فازاي يدوها النادي الاهلي 16 مره ويدوها للزمالك مره واحده؟ طب ما في انديه ما خدتهاش ولا مره. يعني طب اشمعنى؟ يعني فين هم؟ دورهم فين؟ ايوه يعني ايه المنطق في ان انا اقول تخيل ان في خلال فرد عليه ببساطه جدا جدا الكابتن وائل، قال له احنا السبب، انت السبب، لانك مش بتبحث
عن استقرار اداري وطريق انت بتفكر باستمرار انك على المظلوميه وحجتك معاك. في وقت في ناس ثانيه بتشتغل. ايوه. الكلام ده يختلف عن اللي قاله كابتن حماده؟ لا. هو. ولا يختلف، لكن اللي ممكن يختلف عنه ويدعم قيمه الاهلي في تتويجاته باعتراف محترم ونقي ورياضي بجد نموذج محترم جدا اسمه الكابتن سامي الشيشيني. نسمعه. مش مفيش فرقه تقدر تقول لك تكسب الماتشات كلها، لكن النفس بتاع البطوله لا مش اي حد لعب على البطوله. النادي الاهلي عنده قوام فرقتين اساسيين، برغم بيتصاب منه خمسه سته لكن بيقدر يعمل ايه؟ بتلاقي البديل جاي، البديل كويس بيقدر يكسب. مش الاهلي افضل ولا الزمالك؟ لا الاهلي طبعا. لا لا بص لما تيجي تبص على فرقه لا الزمالك افضل، لكن كتوتال لعيبه او عدد لا الاهلي احسن. الزمالك ما عندوش دكه اساسا. يعني الزمالك عنده قوام 11، يعني الزمالك عنده 12 13. مش عايز تقول ان الزمالك عنده لعيبه كبار، ولكن الاهلي عنده فريق جيد، قايمه جامده. ما اسمه فريق يعني. الزمالك النهارده لما يقع منه 5 6 الماتش اللي فات هم دول اثروا بشكل كبير جدا على الاداء. الاهلي لو الخمسه سته دول غابوا هتلاقي في 5 6 تانيين موجودين، لان الاهلي عنده قوام كبير. عشان كده ده انت بتاع كل 3 ايام، 3 ايام ما حدش هيستحمل، هتلاقي في اصابات، في ايقافات، في طرد، في حاجات كتير. فاللي عنده نفس طويل، وبعدين في حاجه، في ثقه الماتشات وثقه البطوله وفي كيان وفي تقل، كل ده مش هتوفر في اي حد. يعني بيراميدز لما تيجي بلغه الارقام والماديات هو اعلى فرقه بتشتري، صح، لكن الكيان اهلي وزمالك. معلش المصري رغم الامكانيات او الاسماعيلي، لكن كيان هو نادي كبير وجماهيري. بيراميدز مهما كان عنده امكانيات ماديه وبيشتري، لكن مش كيان. مش ما عندوش الجماهيريه ولا التقل اللي وراه ولا الضغط العصبي بتاع الجماهير. فبالتالي مهما نشتري ممكن تلاقيه في المراكز اللي هي المربع، لكن في الاخر مش اللي بياخد دوري. يعني انت عايز تقول ان الاهلي كفريق كتوتال فريق افضل من الزمالك؟ الاهلي كل حاجه. الاهلي بتتكلم على اداره، بتتكلم على لعيبه، بتتكلم على اعلام، بتتكلم على حاجات كتير. اصل انت بتيجي تتكلم على كيان مش بتتكلم على حاجه واحده، بتعد حاجات كتير. الاهلي فارق في كل الحاجات دي؟ طبعا طبعا طبعا. النادي الاهلي النهارده ما دام ما عندكش مشكله ماديه، عندك استثمارات، عندك دخل مش مأثر على الفرقه، خلاص فانت خلاص انت فارق على الناس كلها. الزمالك فرقه كويسه قوي، فرقه كويسه قوي، يعني واحسن فرقه في مصر. عايز تقول ان الاهلي في حته ثانيه؟ لا، ما هو الاهلي في حته ثانيه عشان هو عنده استقرار في حاجات كتير، يعني بغض النظر عن عوامله يعني، لكن الواقع انه في حته تانية. لا ما في حته، ده طبيعي ان الاهلي في حته ثانيه. الاهلي مستقر، واللعيب دلوقتي قبل ما بينتهي الموسم بتاعه بيكون عامل سنتين ثلاثه قدام، فخلاص حصل استقرار. انت لغايه دلوقتي مش عارف تجدد الساسي. طبعا الكلام مبني على تحليل. طبعا مش هيعجب الناس اللي مستنيه تسمع نغمه المظلوميه ونغمه ان الجداره. لا، ده الاهلي مش الجدير. الراجل شانه شان النماذج، النجوم الكبار المحترمين اللي اتكلموا قبليه. يا جماعه، مقاومات الفوز عند النادي الاهلي 1 2 3 4، والاستقرار. الاستقرار ده اللي هو ايه؟ انك بتتحمل ظروفك الصعبه عشان تتجاوزها، مش بتتعامل مع كل ظرف في ساعتها انك انت تروح مغير الليله كلها او موقع الليله كلها وتبتدي من اول السطر. لا، بتتجاوز العقبات دي عشان تكمل. هو ده يعني سر الاهلي، وهو مش سر، ده حاجه بسيطه جدا ومعروفه. وانا قلت لك سر اليكس فيرجسون. اليكس فيرجسون لما قال لهم بلاش كلام بقى على ليفربول، تعالوا ننسى ونشتغل. ركز مع نفسك بقى. ركز مع نفسه، وقدر يتفوق ويعمل الحقبة الذهبية بتاعت المان يونايتد. والحقيقة الزميل سيف زاهر لما سأل الكابتن سامي الشيشيني عن مقارنة بين الأهلي والزمالك، وحتى على حظوظ الأهلي لما بيشارك في بطولات كبيرة في حجم كأس العالم للأندية، رأي ابن نادي الزمالك كلاعب وكمدرب. سامي الشيشيني على فكرة من طفولته هو في نادي الزمالك، يعني هو محدش هينتقم بحاجه. حد اول امبارح هو في الجهاز الفني. في الجهاز الفني. وانا عايز اقول لك على حاجه، انا كنت بكتب على يعني بغطي منتخب الناشئين في بدايه هذا الجيل، هو وهادي كان جيل واحد. كان بدايتهم مع كابتن سيد الطباخ في منتخب 17، ثم مع منتخب الكابتن محمد ابو العز اللي راح بيهم كاس العالم للشباب 91 في البرتغال. كان في الاهلي وليد صلاح الدين وهادي واحمد ايوب واحمد عبد الفتاح وطارق سليمان ومصطفى كمال، وكان من الزمالك نادر السيد وعمر عبد السلام ويحيى نبيل وسامي الشيشيني، وكان مصطفى صادق من المقاولين وابراهيم المصري من البورسعيد. دي كانت الفرق اللي بعد كده راحت برشلونه 92 مع الدكتور محمود سعد والكابتن مصطفى عبده.
فهو الراجل من طفولته هو في نادي الزمالك، لكن انتمائه ما منعوش ابدا انه يقول كلمه حق. والكابتن سيف زاهر بيساله، النادي الاهلي حاليا هو المرشح الاقوى للبطوله الافريقيه ولا الامور صعبه؟ لا لا لا، الاهلي مرشح طول عمره، مرشح للبطوله الافريقيه، طول اي بطوله بيخشها مرشح. انت بقيت اهلاوي يا كابتن ليه؟ لا بس في مقاييس، في معايير، انا بقيس معايير ومقاييس. صح، النهارده الاهلي بيخش اي بطوله هو مرشح باول البطوله، بدليل ان هو من اكتر الفرق اللي واخده افريقيا، واخده السوبر، فهو مرشح. فاهمني؟ الزمالك ممكن يخش في البطولات يبقى مرشح بنسب، لكن الاهلي عشان وصل كاس عالم الانديه، خد بطولات، فبالتالي بقيسها مقاييس، بقيسها استقرار، بقيسها. لا يقدر ياخد كاس عالم الانديه في يوم من الايام كابتن؟ لا لا صعب، لا صعب. ما احنا برضو يعني نبص على قدنا ان احنا نوصل كاس عالم الانديه، لكن انك تاخده ده صعب، عشان ما انت كده كده هتقابل بقى بايرن ميونخ، هتقابل ريال مدريد، برشلونه، وانت طلعت ثالث كذا مره، بس مش هتاخد البطوله. ما هو الثالث دي عشان بتتغلب قبل النهائي، فبتلعب الثالث والرابع تاخدها، لكن ما بتوصلش نهائي، ما وصلتش نهائي. تبدا اقول لك، ابدا اقول لك ان الاهلي يبدا ينافس على كاس عالم الانديه لما يلعب نهائي، لكن هو اقصى حاجه بيوصل لها قبل النهائي ويخرج، فبياخد ثالث. لكن يوصل كاس عالم الانديه لا، سهل ان هو ياخد، سهل ان هو ياخد البطوله، يعني مش بعيد عن النادي الاهلي، لان قلت لك عنده استقرار، عنده لعيبه، عنده مدرب، عنده خبرات في افريقيا، فدي بتفرق برضو مع الفريق. تجربه موسيماني عجبك؟ بص، هو موفق، هو موفق، محظوظ، محظوظ، راجل محظوظ. فاهم حاجه في الكوره على فكره الحظ، الشغل طبعا، شغل المدرب مع التوفيق، انك ممكن تبقى مدرب كويس قوي لكن التوفيق مش معاك، ودي، ولكن هو مدرب معقول كويس لكن التوفيق معاه، فبتمشي، فماشي بشكل كويس، بدليل ان هو لما جابوه في الفتره بتاع بعد فايلر كده، والناس قالت لك الفرقه هتقع وكلام، عدى وخد افريقيا وخد سوبر، هو خد افريقيا بداخل على قبل نهائي افريقيا تاني ودوري، فمشت وكاس، فمشت. لكن هو الراجل بدا ياخد خبرات، الراجل بدا ياخد ثقه اللعيبه. ولكن من وجهه نظرك هو افضل الاقوى المرشحين الاهلي؟ اه وجهه نظرك يعني، يعني بنسبه كبيره ممكن هو يبقى المرشح الاكبر انه ياخدها يعني السنه دي. السنه دي اه بنسبه كبيره برضه. البطولات دي بتفرق معنويا مع اللعيبه ومع النادي ومع الخصم ومع المنافسين؟ لا، ما اصل البطوله، انت البطوله دي ده بتتقل كيانات، الاهلي بتتقل، بتتقل فرقه كبيره، وبالذات كمان لما يكون اسم كبير وراح كاس عالم الانديه وتبقى في استمراريه في النهائيات. لا يعني الاهلي الاهلي الاسم الاكبر في افريقيا. اه طبعا، حاليا هو الاسم الاكبر بالبطولات، ما اصل انت بتقيسها كمان بالبطولات، بنتائج وبطولات، فهو الاسم الاكبر في افريقيا حاليا. قلبت اهلاوي يا كابتن؟ طبعا، شايفين الموضوعيه، شايفين التحليل، وشايفين المنطق، وشايفين ان هو مش فارق معاه ان يقول قناعاته الموضوعيه وهتخسروا ايه وتكسبوا ايه. طبعا لازم نتوقف قدام كلمه مهمه جدا، لان الكابتن سيف زاهر اللي عمال كان مش متعود يحاور هذه العقليه المنظمه الموضوعيه، هو كان قبليها بشويه او امبارح او باول او بقاله كام يوم بيناقش واحد جدلي اللي يقول له هو النادي الاهلي مش ثالث العالم، فهو متعود على ده، هو كان متوقع ان هيقابل واحد يكرر هذا الكلام. فذهول الكابتن هادي يقول له، الكابتن سيف يقول له انت بقيت اهلاوي ولا ايه؟ لانه مندهش ان حد يقدر يكون موضوعي لهذه الدرجه، انه يدي المنافس حقه. هو في جدال في زملكاويه سامي الشيشيني كمان، بقول لك ابن مدرسه الكوره في الزمالك وزملكاوي قوي يعني، انما وهو كان لما كان في فتره الزمالك في تفوق على النادي الاهلي كنا بنقول اه طبعا نلحق كنا بنقول ايه بقى؟ لا ده احنا نلحق نشتغل لحسن الوضع ده لو استمر. أيوة، خطر علينا. ايوه ده كان منطقنا بالظبط عمليا. طيب من 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 ال- 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 الماضي القريب جدا، الشتاء اللي قبل اللي فات، هو ايه اللي حصل؟ انت خسرت الدوري، ها؟ وبعدين فوجئت ان فرقتك بتفضى، الناس كبيره هتبطل. اللي عملنا فيها احسن موسم انتقالات شتويه، ايوه اللي جبنا فيه كابتن رمضان وكابتن ومحمد محمود وكابتن حسين شحات وكابتن ست صفقات جبناهم كلهم مميزين، وحمدي فتحي جبنا الناس اشتغلت وجريت عشان لا الاهلي ما يقدرش يفقد الدوري اكتر من كده. إذا مواجهة النفس بالموضوعية هو ده السبيل الوحيد للإصلاح. طيب شفنا ناس فاهمة وناس مش عايزة تفهم، هنشوف ناس بتتخانق بجد خناقة. كابتن شادي محمد
بيرد بكل غيره على رضا عبد العال. طيب ماشي، بس ما ينفعش ما ينفعش في القناه هنا. انت عايز تقول الكلام ده قوله في قناه النادي الاهلي او قوله في قناه النادي الزمالك. كابتن كابتن حضرتك زي شغال في القناه اللي يوجه لي الكلام ده، الناس المسؤوله اللي مضيت معاها ما تقوليش تقول لهم. طيب لا انا اللي وجهها كمان، هو لان كل الانتقادات عندي انا. هو اطار السؤال واطار ما تقوليش ان انت شغال ومش عارف مش الكلام الفاضي ده. لا حضرتك مش صاحب قرار في القناه. لا صاحب قرار، واقول لك ممكن اقول لك انا صاحب قرار، بس احنا ما بنحبش. بص يا كابتن شادي، كابتن رضا اللي وجه السؤال، لو حضرتك صاحب قرار حبيبي انت فين بقى؟ وسيبك من كل الكلام ده، انت فين التطبيق ده كله من النادي الاهلي؟ نسمع. انا حر مش عايز اشتغل. انت يا راجل امال جيت اشتغلت هنا ليه كابتن رضا؟ امال جيت لنا هنا ليه كابتن رضا؟ لو انت ذكر روح قناه النادي الاهلي، انت تيجي ديف، انت لو انت ذكر روح قناه النادي الاهلي. كابتن كابتن شادي تعالى اوريك على تليفوني في ايه. بس انا مش شغلتك تليفون ايه، طول ما الكابتن محمود الخطيب موجود انت مش هتشتغل في النادي الاهلي. مش شغلتك يا كابتن فاروق. كابتن فاروق اتفضل يا كابتن شادي. في استاذ محترم مضيت معاه عقد اسمه ايهاب جلال، شخصيه محترمه. الراجل جه هتبقى موجود من ضمن فريق عمل في فلان وفي فلان، والكابتن فاروق مذيع. تمام. انا ارتضي او ما ارتضيش، دي حاجه ترجع لي انا. صحيح. لكن انا ما شفتش في حياتي موظف زي زيه يقول لي تبقى موجود في فريق عمل. شادي كابتن رضا، كابتن رضا كلنا بنحترم بعض وكلنا هنا معلش معلش اسره واحده، وكابتن شادي انضم للاسره معانا بناء على قناعاته واقتناعه كمان بوجود كابتن رضا، واقتناعه باسلام، واحنا هنا عندنا الراي والراي الاخر. كابتن شادي وجهه يعني نظره. كابتن فاروق لو سمحت سؤال اخير، سؤال هو كابتن رضا زعل من فاروق في حاجه يجي يقول لك فاروق ما ينفعش يقول كده؟ لا ايوه يا ابني انت بتوقع البرنامج. يعني مين بتوقع البرنامج؟ انت عايز تقول الكلام ده يا كابتن رضا؟ انت عايز التوقيع البرنامج مش موجود يا كابتن، بقالك في القناه لو سمحت، بقالك في القناه سنه. لو انتوا بتتكلموا على يوتيوب، شادي محمد من اول ما دخل الفيديو بيجيب ضعفك ثلاث مرات لو انت بتحسبها كده. مشاهدة بتكشف حاجات كتير جدا. مشاهدة المنطق فيها يغيب عند البعض. يعني انا وحضرتك هنا اما تيجي انت تناقشني في اللي انا بقوله وعايز تلزمني بوجهة نظرك او العكس، هذا ليس حقك وليس حقي طبعا. في اذا كنت انا بخرج عن الخط في حد يحاسبني اللي انا متعاقد معاه بالظبط. فالكابتن شادي بانفعال بس بموضوعيه مندهش جدا بيقول انا زي زيك، احنا اتنين موظفين. يقول له لا انا مش منظف، انا مش موظف. انت بتدافع عن الاهلي ليه؟ ما تروح تدافع. وبعدين بقى ايه يقول له الكلمه الاغرب، هو انت مش بيشغلوك ليه؟ هي المساله اللي شغلني اعمله اللي هو عايزه، وقناعاتي انا ورايي انا ومصداقيتي انا وامانتي انا وتاريخي انا كلها على جنب، واقول اللي الناس جايباني اقوله. هو قال كلمه واحده، كلمه خطر جدا لازم اناقش استاذ ابراهيم فيها، مش هعديها دي. اما بيقول له لا انت ما تدافعش عن النادي الاهلي، انت كده هتوقع القناه. كيف يكون الدفاع عن النادي الاهلي في قناه يقع الكلام ده؟ لو هذا البرنامج خطه محاربة النادي الأهلي، فخروج شادي محمد أو الكابتن شادي محمد عن خط البرنامج يوقعه، لأنك لم تنفذ ما جئت من أجله. والكابتن شادي قال له لأ. طب وهي كده؟ أنا ما تمش التعاقد معايا علشان حد يقول لي تقول إيه وما تقولش إيه. يقول له لأ، روح دافع على الأهلي في قناة الأهلي. هو شادي أخطأ في حاجة؟ وفي رأي حد بيهاجم النادي الأهلي، بينتقد النادي لدرجة إن أنتوا شفتوا إنه جزء من الانتقادات في الفيديو اللي أنتوا شفتوه في نفس الحلقة ديت، الأهلي ليه ما بيلعبش دلوقتي؟ الأهلي ليه ما بيلعبش دلوقتي؟ ومحدش عايز يفهم إنه دي أجندة دولية. يعني أي شاب صغير على السوشيال ميديا عارف ان دي اجنده دوليه يحضر اقامه المباريات خلالها. لا بس والنبي دي عشان الله. انت مطلوب من شادي محمد، انا هسيبك تكمل. اصل دي نقطه مهمه جدا. عايزك توضحها برضو. انت مصر انه مش فاهم؟ هي النصيبه انه فاهم، فاهم ان دي اجنده دوليه. طبعا كلهم فاهمين، ما تقوليش انه مش عارفين. لا طبعا لا يمكن يكون لا عارفين، انما هو نوع من انكار الحقيقه لان بتاكل عند ناس ثانيه. ما هو ده الخط، انكر وانكر وانكر واكذب 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 عشان الناس تصدق، في ناس معينه تصدق. لو مش فاهم نصلح له،
يوم ولما صلح له ويفهم ما يقاوحشي. وبعدين هو هل سياسة البرنامج أو أي برنامج الهجوم على الأهلي؟ أيوه. هل الإساءة للأهلي ده التارجت؟ يعني أنت بتقول هل التقليل من شأن الأهلي هو ده الهدف؟ فبالتالي اللي يقول كلمة حق أو صح من وجهة نظره، خلينا أقول مش ده اللي بيقول الحقيقة الكاملة ولا ده اللي بيقول الحقيقة المطلقة، كل واحد فيهم بيعبر عن وجهة نظره، بس هل وجهة النظر لما تكون إيجابية في حق الأهلي اللي المتلقي شايفها ومقيمها مضايقك في ايه انت؟ تضايق وتستحق الخناق ده كله؟ والحق وروح خليهم يشغلوك في قناه الاهلي، فلما ما بيشتغلش في الاهلي او في قناه الاهلي يبقى الاهلي يتهاجم. والا يبقى بتوقع البرنامج. علشان تبان الامور كلها هو اهداف مثل هذه البرامج ايه؟ اتمنى ان جمهور الاهلي يكون منتبه لكل اللي بيشوفه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في الفقره اللي فاتت ناس فاهمه وناس مش فاهمه وناس بتتخانق، لكن حتى وهي بتتخانق بتكشف الحقائق. استاذ ابراهيم هو عايز ياخد الدنيا كلها في سكه الهجوم على الاهلي والتلسين على الاهلي، والناس اللي تبقى جنبه اهلاويه مش اهلاويه يدعموا وجهه النظر دي. لما ما لقاش كده اتخض، فيتصور انه يقول لي انت بتوع القناه؟ قال له اه قناه ايه ده، انا من يوم ما جيت ما تشوف نسبه المشاهده بقت عامله ازاي، لان في ناس بدات من الاهلاويه تصور ان في حد صادق. وهنا عايز احيي كابتن شادي صحيح، لانه عارف يكون يحتضن بامانه وجهه نظر صادقه في طيار حواليه عايز يشوه ها ويقاوم هذا الامر. لا انا بقول له يا كابتن شادي انت يعني كده بتكبر في عين ناس كتير جدا، لانك انت مصداقيتك بتبان. مساله ان عادي جرجرك، وهو ده الفرق بقى. اللي شغلني اطبطب له واللي ما شغلنيش ههاجمه. هو عايز كابتن رضا عايز يمشيها كده. انت ازاي ليه ما بتشتغلش؟ قال له اخي ما حاجه غريبه، وانا هو ده يحول ان انا اقول الحقيقه؟ دي مشكله، دي مصيبه. كما لو كان الحقيقه عند الناس لازم يبقى لها ثمن. بالمعيار ده ان كل انسان منتمي لنادي ما بيشتغلش جوه النادي لازم يهاجمه. ويبقى ما بيدافعش عنه غير الناس اللي عايزه تزق ناس تخرجها عشان تخش مكانها، فاللي يخرج يهاجم واللي يخش يبقى طبطب ويستمر طبطب لحد ما حد يزق. ده مش موجود في الاهلي، ده موجود في الظرف اللي موجود دلوقتي قدامنا في حته ثانيه. الحقيقه فعلا التحيه واجبه للكابتن شادي محمد وكابتن النادي الاهلي، لانه شادي حتى وهو بره النادي سواء في العمل الاداري او الفني او حتى العمل الاعلامي، وكان في الانتخابات الاخيره عنده وجهه نظر اخرى، ومع هذا فضل الراجل في كل مناسبه بيظهر فيها لديه هذه الغيره وهذا الحرص الشديد. مش بس يا جماعه دفاعا عن الاهلي، ما تدافعش عن الاهلي بالباطل. انا عارف ده لكل واحد من ولاد النادي يعني الاهلي، كنت بصرح مش مطلوب تدافع على الاهلي بالباطل، يعني كنت مصرح خناقه تبقى خناقه معلومات. بالظبط. لكن في نفس الوقت ما تقبلش على الاهلي انه يتظلم، ما تقبلش على الاهلي انه يساله، ما تقبلش ان النادي الاهلي ينتقص من حقه الادبي او المادي او الرياضي وانت موجود، والا كده دخلنا في منطقه تانية خالص. شادي محمد واحد عنده اصل حاسس بقيمة النادي الأهلي، لما بيتكلم بيقولك أنا لحم اكتافي من النادي الأهلي، أنا مكنتش هبقى أي حاجة لولا النادي الأهلي. هو ده العرفان وده التقدير وده الامتنان. لكن مش نسمع من ناس أنا ابن الأهلي وأنا 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 ثم حد في طوب على النادي الأهلي أو على اللي فيه أو يسأل النادي الأهلي ومحدش يرد. يا جماعة كنا بندرس في الصحافة زمان افترض جهل القارئ، بمعنى ان انت تبسط له المعلومه قوي. ايوه. لكن خدوا بالكم ارجوكم دلوقتي افترض ذكاء المتلقي. في زمن السوشيال ميديا وزمن الاعلام المختلف بكل وسائطه المتلقي بقى اذكى بكتير جدا منكم. المتلقي بقى اكثر وعيا واكثر معرفه واكثر ادراكا وربما اكثر حماسه وامانه من ناس كتيره قوي. فارجوكم خدوا بالكم الرساله اللي بتقولوها والكلمه اللي بتطلع منكم بتتقيم فورا، فبتتحط في المكان اللي تستحقه. عشان كده الناس عندها هذا التقدير للنماذج الإيجابية. ما تيجي نشوف الرسالة التي يصدرها
نموذج النادي الأهلي مع أبنائه. واحد مشي من النادي الأهلي ما بيلعبش دلوقتي في النادي الأهلي، كان ممكن يبقى من الجوارح، من الناس اللي فاكرة نفسها مجروحين في المشيان من النادي الأهلي، أو عدم اللعب في النادي الأهلي، أو عدم العمل في النادي الأهلي كفيل إن هم يرجموا النادي الأهلي ويسيئوا له. لا، ده واحد مشي من النادي الأهلي وبيلعب ضد النادي الأهلي، كابتن عمرو الحلواني، في واحد من أهم مواسمه الحقيقة، لكن عنده رأي إيجابي ومهم نسمعه. استرده بيتحدد بناء على إيه؟ على مجهوده فعلا. طبعا يعني اللي بياخد جنيه يستاهل جنيه، اللي بياخد 10 يستاهل 10. طبعا طبعا طبعا. انا يعني انا مقتنع بدي 100%، ودي موجوده فعلي بنسبه كبيره في مصر. بنسبه كبيره في مصر موجوده، بدليل اللعيبه كتيره جدا يعني اللي سعرها بيبقى عالي جدا باللي هو عمله، باللي عمله وبتاريخه في النادي. يعني مثلا رمضان صبحي 100 مليون الناس كلها طبعا صفقه كبيره جدا، بس رمضان عمل ايه؟ كان واخد احسن لعيب في افريقيا، بيلعب في النادي الاهلي، كان محترف، وعشان النادي الاهلي كان هو بيلعب في النادي الاهلي فبيراميدز على سعره. لو نفس السيستم ده كده رمضان صبحي بيلعبش في النادي الاهلي مش هيبقى سعره كده. بس يعني هو رمضان عشان بيلعب في الاهلي ولا عشان هو رمضان؟ علشان بيلعب في الاهلي وهو اجتهد. بس الاهلي رقم واحد. يعني عشان هو بيلعب في الاهلي طبعا، الاهلي بيكبر اي حد. مليون في المية. لا يعني عشان هو اتاخد من الاهلي فهو ده السعر، لكن بالزبط. هو مش ده هو سعره، عشان هو في النادي الاهلي فادى في النادي الاهلي فبقى ظاهر قوي، فما بقى ظاهر قوي في النادي الاهلي بقى سعره كده. اما هو لو بيلعب في اي حته بنفس اللي عمله في اي نادي تاني في مصر غير النادي الاهلي مش هيبقى نفس سعره كده خالص، هيبقى اقل كده بكتير. مع ان في ناس شايفه ان هي الصفقه بالرقم ده عشان اتاخدت من النادي الاهلي. ممكن ممكن عشان خاطر ممكن دي بس برضه في الاول وفي الاخر عشان هو كان لعيب في النادي الاهلي، دي كانت اهم حاجه. اهم حاجه انا بقول كده عشان اتاخدت من النادي الاهلي. بالظبط. ممكن يعني دي اكيد بيبقى ليها حسبه تانية. النادي الاهلي كبير، الاهلي رقم واحد في مصر، رقم واحد في افريقيا، طب طبيعي يعني. الاهلي قريب من منافسينه من نادي الزمالك مثلا؟ طبعا نادي الزمالك نادي كبير جدا طبعا، ومعاه لعيبه السنه دي على اعلى مستوى، ويعني حاجه بصراحه. نادي الزمالك السنه دي والخط الهجومي بتاع نادي الزمالك كان سيف رهيب. بس عدد بطولات الاهلي بقت يعني، بس النادي الاهلي ماشي بسيستم يعني اداري على اعلى مستوى. يعني حاطط بلان لسنين طويله على اعلى مستوى. فانا شايف النادي الاهلي على فكره مش من دلوقتي بس، من زمان يعني، من زمان وحتى وانا صغير كان المدربين الفنيين اللي كانوا ماسكيننا ولا حاجه كانوا حاطين اللعيبه اللي هو مثلا لمده 4-5 سنين ده ممكن يطلع فريق اول، ده هيطلع هيبقى لعيب جامد. طبعا ده لعيب كابتن عمرو الحلواني على فكره كان منتخبات ناشئين. وكان هو كابتن احمد شديد قناوي يعني بيتنافسوا في هذا المكان في المنتخب. لكن طبعا الفرقه كانت تقيله جدا، ووقتها يعني هو كمل مشواره بره وفضل يتطور لحد احسن موسم له السنه دي. صحيح السنه دي يعني. صحيح. هو الكابتن برضه تملي كابتن سيف بيبقى مندهش قوي لما يلاقي حد مصر يتكلم في النادي الاهلي. لا فلازم يبقى السؤال طب ونادي الزمالك؟ يعني لازم يتبعه. او انت بقيت اهلاوي او انت طب ونادي الزمالك؟ ما تحطش الحساسيه دي صحيح في الحوار. واحد اهلاوي بيتكلم على الاهلي خلاص، لو واحد زملكاوي يتكلم على الزمالك بالظبط كده، هتحرجه ليه يعني؟ يعني انت منتظر منه يقول لك ايه؟ لا مفيش يعني لا لازم لا يعني التطفيره دي. انما ده كلام واحد كان من الممكن لو تحامل الناس تفهم انه متحامل. بالمعيار بقى اللي قاله كابتن رضا، طب ما انت ما بتلعبش في الاهلي، ما بتشغلش في الاهلي، بتدافع عن الاهلي، وانت لما تروح مع الكابتن سيف ما تشكرش في الاهلي عشان ما توقعش البرنامج. طيب نموذج تاني كمان مشي من الاهلي على سبيل الاعاره وبيقدم فتره هايله جدا، تنبئ باذن الله تعالى مع عودته للاهلي يبقى اضافه كبيره جدا، احمد عبد القادر لاعب الاهلي المعار لسموحه، وكلام مهم. كنت لسه بتفرج على موسيماني امبارح وبسمع دايما تصريحات الاهلي ولاعيبته، اخد البطوله النهارده وعايز بطوله بكره، البطوله خلصت اكسب النهارده عندي ماتش بكره، اكسب ماتش بكره عندي ماتش بعده، الاحتفال حوالي 50 ثانيه 60 ثانيه نص ساعه وبعد كده نبتدي من اول وجديد. ده مقارنه باي فريق تاني ده مش موجود غير في الاهلي. كابتن النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا ورقم واحد في يعني اسمه معروف جدا في العالم يعني، وانا بره الناس برضه كانت بتتكلم على النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي معروف جدا،
فده الطبيعي للنادي، يعني ده الطبيعي ان اي بطوله بتدخلها لازم يبقى في منافسه. ومعلش يعني اكتر فتره مضغوط فيها النادي الاهلي هي الفتره الحاليه اللي احنا موجودين فيها يعني. فالطبيعي ان لما بخلص ماتش انا مش لازم ابالغ في الاحتفال، اي نعم بحتفل بس خلاص بركز في اللي بعده على طول. ان شاء الله انا مطالب بكل بطوله بدخلها، اي بطوله بدخلها انا مطالب بيها. انا واحد متربي في النادي الاهلي من 2007، يعني فكره الضغوطات دي انا يعني ممكن انا اكون حسيتها، يعني حسيتها طول السنين دي، لان انا كل ما ادخل بطوله برضه وانا صغير مثلا او انا في سن لسه ناشئين او كده لازم اخد البطوله. فانا متعود يعني على مبدا الضغط ده، انا متعود عليه شويه يعني، غير لما اكون حد جاي من بره لسه جديد مثلا ما لعبش في النادي الاهلي، فالموضوع بالنسبه له بيبقى صعب شويه انه يتاقلم بدري يعني. طيب ده نموذج لاحد ابناء النادي الاهلي النابهين واللي عامل موسم هايل ولفت الانظار، مهاره فرديه وتاثير جماعي ولكن شخصيه رزينه، وانت بتسمعه بيتكلم حتى عن طموحاته بتاع عنده طموحاته الشخصيه، لكن هو فاهم قيمه النادي الاهلي تماما. اي وحتى لما حب انا اتفرجت على يعني كان في اسئله كده بتبقى عارف انت بتبقى مفخخه شويه، كان بيتجاوزها دون ان هو ما يبان ان هو يعني لا انا عايز العب علشان اكد نفسي، لكن انا فاهم ان انا لما اخش النادي الاهلي حلقه منافسه شديده جدا بس يبقى عندي الفرصه ان انا العب. فنتمنى له التوفيق. نماذج مشرفه جدا، لو كان في وقت كنا جبنا احمد سمير، محمد سمير. يا سلام على محمد سمير اللي مشي بقاله سنين وبرضه عايش يعني موسمين الاخرانيين من احسن مواسم حياته مع المقاولين. مع المقاولين العرب. النماذج دي لازم تسمعوها وتشوفوا هم خارجين من النادي الاهلي حجم. طبعا الامنيات ان هم كانوا يستمروا في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت حجم الامتنان لوجودهم في النادي الاهلي. لازم تشوفوا هذه النماذج الايجابيه، الناس اللي عندها اصل، الناس اللي بتحتفظ للنادي صاحب الفضل عليها بهذه القيمه وهذا الامتنان وهذا التقدير. لا بتقول الحقيقه كمان. لازم تشوف الايجابي عشان تقدر تفرز السلبي. حلقة كانت مهمة، بدأناها بتهنئة بطلات الكرة الطائرة بالحصول على كأس مصر بعد الدوري والوصول إلى أكثر أندية العالم فوزا بالبطولات في الكرة الطائرة للأنسات. ويكفي أن أنا أقول لكم أنه نجمة الفريق نهلة سامح حققت البطولة 47 في تاريخها، لاعبة واحدة في النادي الأهلي فازت ب 47 بطولة. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.